نهاركم سعيد مشاهدينا ليوم الخميس 15 أيار 2014. للمرة الرابعة يتكرر المشهد ذاته في مجلس النواب، جلسة يفترض أن تكون لانتخاب رئيس للبلاد، لكن سلاح النصاب والكباش السياسي سيحولان مرة جديدة دون انتخاب رئيس. لم يختلف شيء بين الأسبوع الماضي وبين اليوم، ولم تبرز حتى في الأفق تباشير أو ملامح توافق ما أو تسوية ما يكون من ضمنها الاتفاق على رئيس للجمهورية في لبنان، على الرغم من الحديث عن حوار إيراني سعودي قد تكون بداياته بلقاءات رسمية بين مسؤولين من البلدين. اليوم 15 أيار، اليوم بدأت المهلة الإلزامية التي يفترض أن ينتخب فيها المجلس رئيساً في الأيام العشرة الأخيرة من عهد الرئيس سليمان، لكن لا يبدو أن لهذه المهلة أثرا يلزم النواب على التحرك. ماذا سيجري بعد اليوم؟ تساؤلات كثيرة سنحاول البحث عن إجابة عليها مع ضيفنا النائب السابق والخبير الدستوري والقانوني صلاح حنين. نهارك سعيد. نهارك سعيد، يعطيك العافية. إن شاء الله أيامنا تكون مليانة بالعمل والنشاط مش بالفراغ من يوم رايح. هيك إن شاء الله. على كل حال قبل ما نبلش حوارنا يلي في كتير تساؤلات عن ما بعد قانونيا ودستوريا ويعني على مستوى السلطة ويعني الدولة كيف بدها تصير بفراغ وهل ستتكرر هذه السابقة، ولكن بداية منروح على حال الطرقات ويبدو عجقة السير مبيني على طريق جوني باتجاه بيروت، زحمة سير، ولكن باتجاه الشمال العكس صحيح، السير فاتح. الدورة باتجاه بيروت كمان عجقة سير ولكن باتجاه الشمال ما في عجقة. نرجع منروح أيضا أكثر وأكثر باتجاه قلب العاصمة، في عجقة سير أكثر بشار الحلو. ساحة ساسين حركة ناشطة على إشارات السير. شارع الحمراء ما في عجقة سير، عادي الحركة. كورنيش المزرعة في حركة ناشطة بالاتجاهين. مداخل يعني العاصمة طريق المطار في سير مزدحم جدا، شبه متوقف السير من تونيل، وساحة صيدا حركة عادية جدا. قولتك استاذ صلاح رح نتعود على هالمشهد بمجلس النواب، كل أسبوع دعوة لجلسة والنصاب هو السلاح الأقوى بيد النواب، ونحن دخلنا بالمحظور اليوم 10 أيام الأخيرة على ولاية وعهد الرئيس سليمان. كما لازم ابدا هالمشهد يتكرر، وهالمشهد اذا لسوء الحظ عم بيتكرر انا برايي بخطا كبير عم بيرتكبه مع حفظ الالقاب نبيه بري في موضوع عقد الجلسه والنصاب. اولا يعني قلت وبرجع بكرر، مش نبيه بري لحاله، كمان مع حفظ الالقاب، مش نبيه بري لحاله هو اللي بقرر عن المجلس. المجلس هو اللي بفسر الدستور في لبنان، المجلس النيابي هو اللي بفسر الدستور، حيث في مؤسستين اذا بدك بفسر الدستور، يا المجلس الدستوري اذا اعطيت له هذه الصلاحيه بنظام الداخلي ولن تعطى له والمجلس النيابي هو اللي بيعطيها الصلاحيه، يا والا المجلس النيابي هو بفسر الدستور. اذا بهذا الموضوع أنا إلي رأي طبعا مخالف لنبيه بري، إنما نبيه بري على يطرح الموضوع على المجلس النيابي، المجلس النيابي بناقشه قبل الانتخابات طبعا الرئاسية، بناقشه بصوت على الموضوع إذا بالثلثين أو بالنصف سيد واحد مثل ما أنا متمسك بهذا الرأي. هلا نبيه بري بنفس الوقت بياخذ هيئة المكتب وبيغطي حاله بهيئة المكتب، لا هو ولا هيئة المكتب، مع كل احترامي لإله ولهيئة المكتب، لا هو ولهيئة المكتب بيقرروا على المجلس النيابي. إذا هن خالفوا والمجلس النيابي أنا هن خالفوا بشو؟ هن يعني بشرح الأشياء، هن خالفوا بربط النصاب بالثلثين. رح اقول لك بكل، بس ما هيدا مش الدستور بنص انه لازم يكون أبداً في نصاب الثلثين لعقد جلسه الانتخاب أبداً رئيس. ابدا رح اقول لك باختصار، يعني ما رح، اولا الدستور في ماده، الماده 34 هي اللي بتحدد النصاب، النصاب بتحدده بنصف عدد النواب زائد واحد يعني ب 65 وما فوق. في مادة واحدة بعدين بتعدل بالنصاب، المادة 79، هيدي المادة بتقول
بوقت بيكون في تعديل للدستور بده يكون في نصاب بالثلثين وتصويت بالثلثين. اوكي طيب، اذا الدستور واضح وقت بده هو نصاب بالثلثين مثل بالماده 79 وهيدي الحاله الوحيده، بقول لك النصاب هون بالثلثين، انما النصاب دائما بالنصف زائد واحد، وما فيك تربط النصاب مثل ما عم بيعمل نبيه بري وعم بناقض حاله. رح اقول لك كيف نبيه بري شو حشته الوحيده، عم بيربط النصاب بشرط الانتخاب. ما الدستور بيقول لك بالدوره الاولى اذا حدا بده يعمل رئيس لازم ينتخب بثلثين نعم ثلثي اعضاء المجلس، اعضاء المجلس وبالدورات التي تلي من الثانية بالنصف زائد واحد. إجا نبيه بري ربط حشته الوحيدة بالأول حتى يحط النصاب بالثلثين، ربط النصاب بشرط الانتخاب في الدورة الأولى بالثلثين. طب ما اليوم شرط الانتخاب بالنصف زائد واحد، إذا بده يتبع نفس المنطق تبعه ليه ما بيرجع بيربط النصاب بالنصف زائد واحد؟ يعني بس في الكثير من القانونيين والدستوريين حتى يعني يقولون أنه لا لازم يكون دائما النصاب أبدا الثلثين، رح قلت لي ولكن الانتخاب أنه نصف زائد واحد أبدا لا. ليش اجتهادات بالدستور ما فيك تخترعي، ما فيك تقول الدستور إيش ما بقوله. رح أقول لك ليه بالعمق وبالسياسة ليه. أنت شايفة بالعالم ديمقراطية بالثلثين؟ ديمقراطية بشو؟ بالنصف زائد واحد. أنت شايفة بالعالم أقلية قليلة اللي هي الثلث زائد واحد بيعطلوا انتخابات رئاسة الجمهورية؟ هيدا شيء مش موجود. الديمقراطيات بالنصف زائد واحد دائما، ما هيك؟ إذا هو بس يعلق النصاب بالثلثين يعني عم بيمنع الانتخاب، عم بيمنع انتخاب، عم بيروح رئيس بري عم بيمنع الانتخاب. اذا بنحكي بالسياسه وكتلته عم تحضر خلافا لكل حلفائه بثمان اذار، رح اقول لك كيف عم بيمنع. مش المهم كتلته تحضر، ما هو هيدا كله تغطيه، هيئه المكتب تغطيه له بغير محله وحضور النواب تغطيه له بغير محله. المهم يطبق الدستور وننزل على الانتخاب بالنصف زائد واحد. هل وبالنصاب بالنصف زائد واحد، هل الدستور بيقول لك نحن بدنا تعيين رئيس جمهوريه او تسويه على رئيس جمهوريه؟ الدستور بيقول لك نحن بدنا انتخاب. اذا رئيس المجلس ما عليه يلغي دور المجلس ويربط الرئاسه بالتسويه وبالتعيين وبالخارج مثل ما صار هذيك المره، عليه يروح على الانتخاب. رئيس المجلس حريص على دور المجلس، على دور المجلس الديمقراطي، بيروح على النصاب وعلى الانتخاب بالنص سيد واحد. ليه؟ انا برايي هيدا ضرب لرئاسه الجمهوريه، ورح اقول لك ليه بصراحه. انت اليوم وقت بيكون عندك رئيس جمهورية منتخبه يمكن 120 نائب، ممكن يكون عنده 120 صوت بس ما عنده نائب معه، ما في نائب بيقول له مرحبا. ليه؟ ركب التسوية. ونبيه بري مبسوط أنه يكون هو زعيم التسوية معك بالمعنى التقليدي، وانه بهالطريقه بيكون يعني التسويه هي الضغط على رئيس الجمهوريه، بيصوت له فعلا 120 نائب بس ما معه نائب معه. اولا بتم التسويه، واجمالا عم بتم التسويه برا وبالبلاد الخارجيه، يعين في مكان ما بيجي صدق في لبنان وخلص، بحطوه بقلبه صغيره بيفتح هالقلبه ما فيها شيء. الدستور بيحكي على الانتخاب، وليش بيحكي على الانتخاب؟ اخر ما في انت ديمقراطيه بالنص زائد واحد، هيدا ما فيك تخليك اقليه قليله هي معطله للدستور، وهيدا الشيء الدستور ما بيحكي عنه، الدستور دائما مع المؤسسات، مع سير المؤسسات. انت وقت بيجيك رئيس جمهوريه منتخب، ما هيك؟ بشكل طبيعي. نصاب مثل ما بقول الدستور بالنص زائد واحد، الانتخاب بالدورات التي تلي وصلنا علينا بالنص غير الدورة الأولى. شو بصير؟ بصير في غربلة ومنافسة وبوينتاجات، وبصير يشوف كل فريق مين اللي بيقطع عند الآخر، يمكن اللي يعتبر بين الهلالين الأقوى منه الأفضل، ما هيك؟ مع إنه ما بحب كلمة قوي وغير قوي، بس يمكن اللي بالزمنات كمان شمعون كان هو اللي عنده الحيثية الشعبية الأكثر، تنازل لسليمان الفرنجية، ما هيك؟ حس بيعرف إنه سليمان الفرنجية كان قادر يخلق، لا قادر يخلق، قادر يجيب معه كتلة الموارن المستقلين، وقادر يجيب معه وبعتقد نايبين من الشمال، صار قادر يخرق على اليسار كيس. وبالزمنات كنا نقول هل انتخابات بين النهج ممثلا باليسار كيس والحلف ممثلا بسليمان الفرنجية، هي كلنا منقول وبعدنا نقول افضل انتخابات حيث ديمقراطيه كانت فعلا، وفعلا كان نتيجتها رئيس جمهوريه منتخب فعلا من المجلس النيابي، واقرب شيء الى الواقع اللبناني والسياسه اللبنانيه. اذا انا اليوم وقت اللي بيجي رئيس جمهوريه منتخب بعد الغربله وبعد المنافسه وبعد البوينتاجيت، بصير في بالاخر مرشحين، كل فريق بده يتبنى مرشح. المرشح اللي بده ياخذ 65 او 66 صوت وما فوق، نعم، هيدا المرشح بده يكون صار عنده
تضامن مع أكثرية نيابية. شو معنى هذا التضامن وهذا الانتخاب رئيس جمهورية مع أكثرية نيابية؟ صار هيدا الرئيس قادر يكون عنده مشروع، وطبعا لازم يجي أصلا عنده مشروع، بيكون هالرئيس عنده مشروع، بحط مشروعه من خلال القنوات الدستورية بالمجلس النيابي، وهذا الرئيس ينفذ مشروعه لحيث بالسياسة صار عنده أكثرية نيابية يتفاعل معه وتتفاعل معه، وبالسياسة بده يضل رابط معه ورابط معه، طبعا كله بده يصور إذا بدك مفاوضات سياسية بثار معه أكثرية نيابية، صار بيقدر ينفذ مشروعه. هلأ كون أكيد إنه رئيس جمهورية لبنان لكل لبنان ورئيس جمهورية لبنان لكل اللبنانيين، ما هيك دائما بيجي رئيس جمهورية بكل بلدان العالم بالنص سائد 0001، إنما بيكون رئيس جمهورية كل البلاد، بأمريكا هيك، بفرنسا هيك. ليش بلبنان بده يكون بالنصاب الثلثين بأول دورة وبأول دورة؟ رح أقول لك ليه. ليش؟ بوقت اللي رئيس مجلس النواب منه بحاجة للثلثين، ورئيس الحكومة بالاستشارات النيابية يمكن يكون جايب أقلية وما يكون في غيره ويسمى هو أو يكلف. سؤال كتير بمحله. رح نقول موضوع الثلثين وموضوع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. رح أقول لك شو. أولا الدستور بلبنان دائما 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 يعطي فرصة للتوافق. انت اذا بتروح على موضوع الحكومه شو بقول بموضوع الحكومه؟ بتجتمع الحكومه بده يكون في نصاب، ووقت تجتمع الحكومه بيطرح عليها جدول اعمال، وبتحاول الحكومه بالتوافق تتفق على جدول اعمال. هلا مين منا ما بيريد التوافق اذا في توافق؟ انما بيرجع بقول لك الماده الدستوريه اذا ما توافقوا بالتصويت، ما هيك بالامور العاديه بالنص زائد واحد بعد النصاب، وبالامور الاستثنائيه بالثلثين. في الامور الاستثنائيه حطت الدستور السلم والحرب والموازنه، وهو هول الامور الاستثنائيه معينه الدستور هي بدها الثلثين. اذا الدستور بموضوع الحكومه عم بيعطيك فرصه للتوافق، توافقوا واما بالتصويت. هون نفس الشيء، الدستور عم بيقول لك يا اختي في عندكم فرصه للتوافق، يمكن ولا في شيء شخصيه لبنانيه امراه او رجل عنده اجماع، ما هيك فعلا بالسياسه وبحيثيته السياسيه وهو بالسأل ربطها مع الناس. اذا في عندكم شخصيه امراه او رجل من هالنوع مبروك عليكم، تنتخبوا باول دوره بالثلثين. والا اذا ما في عندكم شخصيه من هالنوع بدكم تروحوا للانتخاب بالنص زائد واحد، كيف بدي انا ضلني رابط نصاب لكاني بالثلثين؟ يعني شو يعني ربط النصاب بالثلثين؟ يعني ضرب لرئاسه الجمهوريه، يعني انتم ممنوع عليكم يكون عندكم رئيس جمهورية منتخب، بدنا نجيب لكم رئيس جمهورية بالتسوية إن شئتوا أم أبيتوا. مش هذا المادة 49 أو بعرف أي مادة بنص الدستور صراحة أن انتخاب الرئيس الجمهورية يكون النصاب بالثلثين وانتخابه بالثلثين بأول دورة؟ يا حبيبتي أبدا، معلي إذا بتسمحي لي أقري لك المادة معك. ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى. ينتخب هذا شرط انتخاب بالدورة الأولى. ويكتفى بالغالبية المطلقة يعني من مجلس النواب بالدورة الثانية في الدورات الاقتراع التي تلي بالثانية والثالثة والرابعة. هيدا شرط انتخاب، ونحن ضمانتنا ضمانة رئاسة الجمهورية انه لا ينتخب رئيس جمهورية الا اقله ب 65 صوت وما فوق، يعني اقله بنصف عدد النواب. طب ليش الدستور ودائما وقت نجي على الامور الدستوريه بنقول ليش الطائف هالقد في غموض، او ليش ما في غموض، ليش ما في يعني وضوح ما في بالنص غموض. دايما لانه دائما عم تحمل مواد الدستور وقت بدنا نجي نحكي فيها عم تحمل تاويلات وتفسيرات واجتهادات، وكل حدا بيقرا وكل حدا بيفسر على ذوقه. ما في غموض. تقلك شغله، دايما انت في قواعد دستوريه تتقري الدستور، ما فيك تقري الدستور من ناحيه التعطيل، ما فيك انه هيدي الدستور ولا مره بيكون معطل، وما فيك تقريب اللي حتعطيل. الدستور دائما مع المؤسسات وحسن سير المؤسسات واستمرار المؤسسات، بدك تقريه دائما بهالموضوع. بعدين ما الدستور واضح، ليش بالماده 79 بقول لك بكل وضوح بهذا الموضوع بموضوع تعديل الدستور بدي نصاب وبدي تصويت بدي نصاب بالثلثين وبدي تصويت بالثلثين بتعديل الدستور. ليه؟ منه واضح. طيب اذا واضح بال 79 شو هن مش قادرين يوضحوها بالماده 49 تبع الانتخاب اذا بدهم يوضحوها؟
ما حطوا النصاب بالثلثين، حيث ما بده النصاب بالثلثين، حيث النصاب بعضه وفق المادة 34 هو بالنصف زائد واحد، وهذا هو العمل الديمقراطي. هلا بدون ما احكي عن واجب النواب وهذا بالنظام الداخلي، بس ليش ما في بالدستور نص يعاقب من يتخلف عن الامور المصيريه والاستثنائيه والاساسيه مثل قرار السلم والحرب، مثل الموازنه، ومثل انتخاب رئيس جمهوريه؟ يعني رح اقول لك تمام كمان سؤالي بمحله. اولا الدستور بيعتبر انه انت منتخب ناس مسؤولين، يعني الدستور ما بيجي على باله تكي انه مثلا السيده ندى اندراوس او فلان او فلتين عم ينتخب ناس مش مسؤولين، ونحن بس ننتخب ناس عم نعتبرهم مسؤولين. يعني الدستور اذا انتخبنا احسنتي. هلا الدستور دائما بحط هيدي باولوياته بالشكل الموضوعي بدون ما يحطها، يعني تشبه عم بيجي بيقول لك الدستور او اللي حضر وما حضر. النظام الداخلي هي بيقولوا هلا نعم. بقول لك النظام الداخلي لمجلس النواب، الدستور دائما يعتبر انه المؤسسات ماشيه وانه المسؤولين عندهم ضمير والمسؤولين عندهم وعي والمسؤولين مسؤولين فعلا، يعني أوكي. عن ناسهم وعن عن عن الشعب اللبناني وعن مصير البلد. اذا هي بالمبدا لولا اليوم النايب عم بينفذ ضميره الوطني وعم بينفذ وكالته المعطاه له من الناس، كل هيدا الموضوع ما كنا بنحكي عنه. بدي ارجع لك بعدين على موضوع الانتخاب رئيس مجلس النواب، حس انه بس بدنا نحكي عنه تماما أكيد. بس خليني اقول لك هون انه بالنظام الداخلي عندك بحضور الجلسات حتى انه لا يجوز للنائب التغيب عن اكثر من جلستين، ما هيك من 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 حضور الجلسات اي جلسات منهم؟ الجلسات التشريعيه، جلسه العامه، كل الجلسات، جلسة انتخاب رئيس، حضور الجلسات والتغيب، هيدا العنوان كل الجلسات. بس من دون عذر يعني بقول لك لا يجوز للنائب التغيب عن اكثر من جلستين في اي دوره من دورات المجلس العاديه والاستثنائيه الا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس. بس كمان بذات الوقت بيقولوا النواب هيدا حقنا نحن انه يكون بايدنا نفوت نامن نصاب او لا، حقنا الديمقراطي طالما الدستور ما بيعاقبنا. ومثل ما هلا نواب 8 اذار عم بيعطلوا النصاب، قبل النواب 14 اذار عطلوا نصاب الجلسات العامه، كله بينلام. انا تبع ما عم ميز بين لا ما انا انه عم بقول لك انه اثنين الكل عم بيستعملوا هيدا السلاح، كله بينلام. رح اقول لك شغله بموضوع يمكن تشريعي عادي، بيقدر اوقات يكون في 66 67 نايب بالقاعة، وممكن يكون في فريق 5 أو 10 ما هيك بيعتبروا انه هذا الموضوع بعد ما تخمر كفايه، او هذا الموضوع مثل ما انه مطروح ممكن يكون مسيء اذا بدك انعكاساته على المجتمع اللبناني، وبكون عندهم دراسه متعمقه وقناعه بهالموضوع بيقدروا ينطرحوا حتى ما ينسحبوا، حتى ما يتصوت بحينا على هالمشروع او هذا الاقتراح، حتى يعطوا لحالهم فرصه انه يرجعوا يمكن يردوه على اللجان او يرجعوا يدرسوا الموضوع مع او يخلوا الباقيين يدرسوا الموضوع بشكل جدي اكثر. هيدا محتمل يعني اليوم ديمقراطيا بموضوع من هالنوع، اي انا بقبل بموضوع هالنوع، بس ابدا 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 بموضوع رئاسة الجمهورية. ما إذا بدك الكلام اللي يستعمل بموضوع انتخابات رئيس الجمهورية ببعض المواد بيقول لك فالمجلس يجتمع حكما، ما هيك مزبوط. ويجتمع المجلس فورا بحكم القانون، يعني هيدي الكلمات حكما وفورا بالعشرة أيام الأخيرة طبعا مش عم 100% أو وقت تخلص سدة الرئاسة. بس هيدا تقلك وقت بيستعمل الدستور بموضوع انتخابات الرئاسة، ولولا بالحالة مش اللي عم نحكي عنها بيستعمل هالكلام. انت وقت بيحكي عن رئاسة الجمهورية بقول يجتمع المجلس حكما وفورا وبحكم القانون، شو يعني؟ يعني الارجانس دو شوز، اهمية الشغلة وواجب الوطني والواجب الضميري وواجب حسب الوكالة المعطاة لك انه انت بموضوع المؤسسات ما فيك الا ما تحضري، وبعدين صوتي مثل ما بدك. نحن لا انت ولا انا ست ندى عم نجي بنقول للنواب صوت هيك او صوت هيك، النايب يصوت مثل ما بريد، انا ما عندي مشكلة بهالموضوع.
الموضوع، بس النايب بيحضر وبيصوت مثل ما بريد. بالموضوع التشريعي ممكن يكون في انسحاب لاربع خمس نواب كرمال المصلحه العامه، وهيدا موضوع تشريعي، بس مش بموضوع المؤسسات، واكيد مش بموضوع الغريب انه جمهورية. يعني بموضوع تطير النصاب نحن عم نشوف هلا بعد الحركه يعني خجولة جدا، يعني النواب صارت 10 وثلث، الجلسة هي الساعة 12، قبل كانوا يوصلوا بوقت من بعد 10 ونص وهيك، بعد في عنا يعني عدد بعد ما حدا وصل يمكن من النواب لمجلس النواب، مع انه الرئيس بري صار بمكتبه حسب ما عرفنا من مندوبينا. بدك قلك شوي عن موضوع بالاول النواب، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الحكومه، حس سالتيني مظبوط، سالتك انه ليه ما في مساواه بالدستور بموضوع كان انتخاب رئيس مجلس النيابه بالعدد المطلوب او بتسميه الرئيس الحكومه، وليه دائما انه الثلثين لرئيس الجمهوريه؟ رح اقول لك، وسؤالي كمان مثل دائما بمحله، رح اقول لك شغلي. رئيس مجلس النواب بيطلع بالاكثريه النسبيه، يعني بده يكون في نصاب يلي هو ال 65 ما وفوق، افترضي حضر 70 نايب، بيقدر من ال 70 يصوت له 30، وبيقدر 25 تنقول يصوت يلي بيجيب اكثر اذا كان في اكثر من واحد، و15 يمتنعوا، ما هيك بيقدر يطلع رئيس مجلس النواب ب 30 صوت. رئيس الحكومة بيقدر على 128 نايب اللي بيطلعوا بيقدر يمكن 90 يمتنعوا و38 يعطوا اسم، ما هيك؟ أوكي. أو 30 يعطوا اسم و80 يعطوا اسم آخر يلي. كمان بيقدر يطلع ب 30 صوت. نحن برئاسة الجمهورية عنا ضمانة، وأنا مني أبدا ضد هالضمانة. برئاسة الجمهورية حس رئيس جمهورية هو رمز وحدة الوطن، وحس هو يسهر على احترام الدستور، وحيث هو بحافظ على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. نعم. ليك هلا أنا مني ضد أبدا أنه رئيس جمهورية ما ينتخب إلا أقل من 65 صوت وطالع طالما عندنا 128 نايب. أنا مني ضد أبدا، بس ينتخب ب 65 صوت وطالع، والنصاب ب 65 صوت وطالع. أنا ضمانتي أنه مش عم بيطلع رئيس جمهورية ب 30 أو 25 أو 40 صوت. أنا بدي ضماني أنه رئيس جمهورية حس هو الوحيد في الدستور اللي رمز وحدة الوطن يطلع ب الأكثرية المطلقة من عدد أعضاء مجلس النواب، ما هيك؟ إنما نطبق هذا الموضوع. تقلك ليه؟ أنت اليوم إذا عندك تلت زائد واحد برا عطلوا لك الانتخاب، بس وقت بتقولي النصاب والانتخاب مثل ما بقول الدستور بالنص زائد واحد، ال 65 ليش بدهم يقعدوا برا وقت فيهم يقعدوا جوا ويجيبوا رئيس؟ ما بقعد عندك تعطيل، يعني أنت عم تعطي اليوم القوة الأقوى للأقلية الأقل. طيب كيف أنا وين هالديمقراطية؟ ما في ديمقراطية بتعطي القوة الأقوى والسلطة الأقوى للأقلية الصغيرة اللي هي تلت زائد واحد. أنت وقت بتكوني عندك قيادة وعندك 65 نايب معك، شو بتقعدي؟ بتقعدي برا أو بتفوتي جوا بتجيب رئيس؟ إذا ما بقى حدا بيقعد برا، كله صار له مصلحة يجيب رئيس، وكله صار له مصلحة يحط أفضل المرشحين لديه. ما هيك بس طالما إذا بده يجيب نصف زائد واحد هيدا الرئيس، يعني إذا حتى لو أمنوا النصاب على كثرة المرشحين والانقسام الموجود ما في، يعني ولا واحد رح يجيب 65. هيدي الديمقراطية، ما علي أنا بطبق الدستور والباقي بجر حاله. هيدي الديمقراطية، أنت ما في شيء بيمنع يكون عندك 4 5 6 10 مرشحين، إنما بكرة في مرشحين مثل ما على الحال صار اليوم، في مرشحين أخذوا صفر صوت، مزبوط. وفي مرشحين أخذوا نسبة أقل، وفي مرشحين أخذوا نسبة أكبر. آخر ما في بكرة بدها تتغرب الأمور، هل عم بياخذ صفر صوت صفر صوت صفر صوت؟ آخر ما في ما ترشيحه أو عدم ترشيحه مش عم بيأثر. وآخر ما في اللي عنده مجموعة من الأصوات إن كانت 14 أو 16 أو هيدا، بده يشوف كمان هالفريق اللي دعمه، بده يشوف كمان وين بده يوظف أصواته. واللي مش عم بيقدر يوصل إلا ل 52 أو 54 أو 55 أو 60 صوت، ما هيك؟ وهيدي اخر ما في رح يشوف انه ما بقى قادر يخرق على اكثر من 55 او 60 صوت، بده يشوف كيف بده كمان يعيد تركيب الامور، يعيد حساباته او ينسحب من تماماً. المعركه اخر ما في هالغربله طبيعيه، ليش بدك تخاف من الغربله؟ انا ما بخاف من الغربله، دستور واضح والغربله طبيعيه. عندي سؤال، الرئيس بري سكر المحضر باول جلسه وقت انعملت الدوره الاولى وانفرزت الاصوات، وقت جاب الدكتور جعجع الاصوات اللي جابها وأوري حلو والاوراق البيض، شفنا كلنا يعني اللي صار بهيدي الجلسه، سكر المحضر
وجاوب بكل صراحة ردا على سؤال النائب سامي جميل أنه بدك نصاب الثلثين ترجع تنتقم الجلسة، ولكن الانتخاب بنصف زائد واحد. ليه؟ لأنه سكر المحضر. وسئل هذا الموضوع أكثر من شخص، وأنا سألت الرئيس حسين الحسيني عن الموضوع. اعتبر رئيس الحسيني أنه عادت الأمور لنقطة البداية مجرد ما أقفل المحضر. هو بالأساس يعني تعيين النصاب بالثلثين، ما هو كل هالامور حتى يضلوا معلق بالنصاب بالثلثين. انا يعني واضح باللي عم بقوله، كله هيدا تغطيه لتعليق النصاب بالثلثين. النصاب خطا دستوري جسيم، خطا بحق الميثاق الوطني جسيم. المشكله يعني من الاساس، المشكله من الاساس. هلا الباقي كله اللي عم بقول لك اياه واللي عم بتقوليه وعم نحكي كله تفاصيل، يعني كله تغطيه رفيعه. حتى حضرتك يعني كنا عم نحكي ونعلق على موضوع السلسله، قلت كل شيء عم بيصير كمان منه شرعي منه قانوني. ليش؟ رح اقول لك كمان هون، يعني خطا دستوري وخرق دستوري على خرق دستوري، ودائما عم بياخذ تغطية من هيئه المكتب، ودائما في صمت. يعني انا في مكان ما بعجبني او بمكان ما، يمكن هيك الامور هي السيره. مش ابدا بنشوف نحن بلشت، يعني مثلا النائب نواف الموسوي من كتله الوفاء للمقاومه هو اول النواب الواصلين لمجلس النواب، بس بطبيعه الحال لن يدخل الى الجلسه. هيدي يعني كمان بيقولوا حقنا ننزل نحن كنواب على مجلس النواب، نحن بنشتغل بمجلس النواب. الحق والواجب انه ينزل طبعا، مين بيمنعني ينزل على مجلس النواب؟ ما في شيء بيجبر. نحن عم نحكي عن الواجب الوطني، واجب الضمير، وواجب بموجب الوكاله، والواجب وفق النظام الداخلي. قلت لك الماده بالنسبه للجلسات، مجبورين ينزلوا، ما فيهم ما ينزلوا. هلا الباقي بصير عبس ولهو سلوى. هلا اذا بدي فوت بتفاصيل العبس ولهو السلوى بنقدر نحكي كثير. انا عم بقول لك الدستور شو بقول بكل موضوعيه، شو اللي مصلحه دخلك انا انه ترجم الدستور هيك او هيك، وعم بقول لك النظام الداخلي وقلت لك الماده واضحه. نعم. هلا بموضوع تشريع، يعني امبارح حدد جلسه ب 27 الرئيس بري، مع انه في رفض كان من الكتل المسيحيه اذا وصلنا للفراغ ما في رئيس جمهوريه. هيدا كمان خطا كبير. ليه؟ حيث الدستور بهالموضوع كمان بشدد انه وقت بصور، يعني وقت اللي بيندعى المجلس مثل ما اندعى، هو اولا كان لازم يندعى المجلس لانتخاب الرئيس بين 25 اذار و 25 نيسان. اولا يعني اذا 25 ايار لا بده يندعى المجلس كان بين 25 اذار و 25 نيسان، حيث نهايه الولايه ب 25 ايار. اوكي، نهايه الولايه ب 25 ايار. أوكي. بعد 10 ايام. بقول لك الدستور قبل نهايه الولايه بشهرين على الاكثر وشهر على الاقل بده يدعي رئيس المجلس للالتئام وللانتخاب. ما هي بس بدي اقطش حضرتك لحظه، بس اقول لك اللافت، يعني وانا كنت الجمعه الماضيه مجلس النواب كل حدا اعطى تبرير لحضوره اذا بتفوت للجلسه، النائب نواف الموسوي هو وداخل سؤال ليش فتت وصلت على مجلس النواب، قال انه هو جاي على مجلس النواب لانه عنده واجب تعزيه لاحد الموظفين في مجلس النواب. يعني مثل كانه تسخيف مجلس نواب، لانه كنيسه ولانه حسيني ولانه خليلي. يعني ما علي، يعني كلنا بنعمل واجباتنا، وهيدا بكل احترام التعزيه واجب، انما التعزيه واجب دائما بمحل ما واحد بيروح بيعزي. مجلس النيابي محل هيدا مجلس نيابي محل حياه، محل انطلاقه جديده، محل نهضه، محل رقي وحضاره، محل واحد يتفوق على ذاته حتى يقدر يقبل الناس. هذا المجلس النيابي، ما عليه المجلس النيابي، لانه برجع بكرر لانه كنيسه ولانه حسينيه ولانه خليه. وخلينا نحط الامور باطارها، هذا بعتقد انا استهزاء بامور الناس. التعزيه واجب، والموت كلنا نحترم الموت، انما ما واحد يستعمل المجلس النيابي بهالطريقه الاستهزائيه. انا بتاسف كثير انه يكون انقال من قبله كلام من هالنوع. طيب ترجع لموضوع الدستور، بيقول لك قبل نهايه الولايه بتنتهي ب 25 ايار. قبل نهايه الولايه بشهرين الى شهر، من شهرين على الاكثر الى شهر على الاقل، رئيس المجلس بيدعي مجلس نواب للانتقام ولانتخاب رئيس الجمهوريه. نعم. اذا المهله اللي بده يدعى فيها مهلة الدعوة هي من 25 أذار ل 25 نيسان. هو داعي ب 23 نيسان. أولا رئيس مجلس يعني بس يكون عنده مهلة من هالنوع مفروض يدعي من أول نهار.
وهيدا كانت طلب البطرك الراعي، مفروض يدعي من أول نهار بالمهلة الدستورية مش من آخر نهارين من المهلة الدستورية. هيدا أولا. إذا واحد حريص أنه أكيد هلأ هو ما خالف الدستور بهالموضوع، بموضوع الدعوة خالف الدستور بشغلتين أخيرتين، النصاب بالتلتين اللي بدي لك إياه هلأ. بس أنا كمان تكون حريص، ما مش بس انه هيدا، تكون حريص بلش ادعي باول مهله دستوريه. هلا من وقت ما دعي رئيس بري ب 23 نيسان صار المجلس النيابي التأم وصار هيئه انتخابيه. لي واضح الدستور تماما بهذا الموضوع، بتقول لك الماده 73 المجلس النيابي يلتئم بناء على دعوه من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. التأم المجلس النيابي ب 23 نيسان، بترجع بتقول لك المادة 75 وبتأكد إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع حالا، وهلأ بفسر لك هالكلمات، ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر. بهالشهرين؟ لانه هو من وقت التئامه، لا من وقت 23 نيسان، يعني بعدين بياخذ شهر وشهرين، يعني من وقت 23 نيسان، من وقت اول جلسه داعي فيها. احسنت ستنا، من وقت ما دعي ل 23 نيسان اجتمع المجلس 23 نيسان، التئم ب 23 نيسان. في اوضح من هالكلمات بقول لك الدستور صار ساعتها المجلس الملتئم والتئم هيئه انتخابيه لا هيئه اشتراعيه، وما وبصور عنده واجب واحد، واجب واحد مش باولوياته، عنده واجب واحد ووحيد هو انتخاب رئيس الجمهورية. ما بيعمل شيء، ما بيناقش، ما بيعمل أي عمل آخر، ما بيشرع، ما بيعمل شيء إلا انتخاب الرئيس. لي حس هيدا رمز وحدة الوطن، هيدا رئيس الجمهورية، هيدا رأس الهرم يلي نحن بنعطي كل أهمية لانتخابه، وما منسخف بانتخابه منحطه على جدول الأعمال مثل ليستة الشوبينج، يعني أنه نعمل كذا وكذا وفي رئيس الجمهورية بالبند 3 أو بند 4. هلأ كمان هون في ترجمة خاطئة أنه إيه هيدا الموضوع بس وقت اللي لا هيدا الموضوع انه وقت اللي ندعيه يكون على جلسة مثل اليوم بهالجلسة ممنوع تشرعه، كأنه النايب راكد يشرع، صار له 4 سنين قاعدين الشباب ما عم بيعملوا شيء، كأنه راكدين يشرعوا بهالجلسة، جلسة الانتخاب راكدين النواب يشرعوا بهالجلسة الانتخاب. مي معروف انه لانتخاب رئيس جمهورية. مي هلا ليش عم بترجموها هيك؟ حتى يقدروا يرجعوا عم يخرقوا الدستور، يعني اولا انه كمان تسخيف لرئاسة الجمهورية انه يعتبروا انه بنقدر ننتخب الرئيس ونشرع، ثانيا حتى اذا بدك تحت ظل انه نحن مهتمين بامور الناس وبسلسله الرتب والرواتب، وبرجع بقول لك صار لهم 4 سنين ما عم بيعملوا شيء وجددوا لحالهم بشكل غير شرعي، مش وجددوا لحالهم غير شرعي، بس هلا فاقوا اليقظه العظيمه انه في عندنا مصالح الناس. هيدا كله حتى يرجع يتخبى من وراء هون خرق للدستور اخر، بكره بيرجع بفوتوا لك لتمديد، حيث التمديد تشريع ولو هو خرق للدستور، وهلا بقول لك ليه خرق للدستور، او انتخاب موظف من الفئه الاولى وهيدا كمان خرق للدستور لازم يكون مستقيل. وهلا بقول لك لخرق، وهلا بقول لك لخرق الدستور، اذا نسيت اقول لك ذكريني بس تكمل لك الفكره الاولى. طيب هلا هيدي الماده يعني بالدستور واضحه، وراح افسر لك اياها لغويا كمان حتى تشوفي انه كيف ببرمتيها واضحه. بقول لك لكن الدستور بيرجع بقول لك انه المجلس الملتئم يترتب عليه الشروع حالا في الانتخاب دون مناقشة أو أي عمل آخر. برمت كل القواميس العربية من المنجد إلى 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 إلى، بتشوف أنه كلمة يترتب عليه، كلمة يترتب، بس قول يترتب عليه تعني يتوجب عليه وينبني عليه بنظام، بالتعاقب، بالتتالي، بالترتيب، الأول فالأول، يعني جلسة بعد الجلسة. هيدا يترتب عليه، مش يعني بس بهالجلسة الوحدة، بس اللي يترتب عليه يعني في مشروع يترتب عليه جلسة بعد جلسة لحين انتخاب الرئيس. وكلمة شروع حس عم بيقول لك يترتب عليه الشروع، شروع يعني في الانتخاب تعني الخوض فيه، وخاض فيه يعني ألقى نفسه فيه كليا، خاض فيه يعني بده ياخذ القضيه لحد اخرها. وكلمه حالا
تعني مباشرة يعني منذ وقته من وقته من ساعته أي منذ ساعة الالتئام. ما في أوضح من هيك لا بالدستور ولا باللغة العربية ولا بالشيء. المجلس التئم من 23 نيسان ومن 23 نيسان صار هاي انتخابية لهيئة الشرعية وما له حق يشريع. حس بكرة من وراء هالباب يلي يمكن يكروه يمكن ما يكروه رح يفوتوا لك يرجعوا خرق جديد للدستور وبساعات اللي بدي تفسر لك ليه خرق للدستور. أوكي قبل ما نفوت بهيدي بس بدي أسأل بدي أقول شغلة أنه مجرد أصلا ما الرئيس بري يعني دعا ب 23 نيسان قال بوضوح ونوابه قالوا وافق رأي كتار من الناس أنه العمهرة حتى العشرة أيام ما إلا معنى بقى لأنه كله صرنا بحكم الانعقاد وسقطت مهلة أنه يتحول المجلس إلى هيئة ناخبة بالعشرة أيام الأخيرة. هيدا صحيح بس هو الخرق يعني أنه لازم كانت تكون هي أصلا هيئة ناخبة من وقت ما دعا. تماما هيدي ما عندي اعتراض عليها. نحن بهيدا الواقع يلي عم بيتكرس بس يعني اسمحي لي بس قال لك ليه سؤالك كمان الدستور عم بيقول لك اذا ما داعي رئيس المجلس عم بيتحفظ الدستور وعم بيستبق الامور اذا ما داعي المجلس يجتمع حكما في اليوم العاشر قبل نهايه الولايه يعني ب 15 ايار يعني اليوم هيدي اذا ما داعي ما هيك بس داعي اذا هيدي بما انه داعي هي الماده اليوم ما بقى تلعب حس داعي بس من وقت ما داعي صار هيئه انتخابيه ما هي عاد هيئه اشتراعيه واضح العب. طب ليه ما حدا يعني بيعترض؟ أنا ليش مثلا انه معقوله في مشرعين في نواب بيعرفوا القانون كثير منيح واساتذه بالقانون هذا سؤال يعني غريب هل الجميع ينتظر لا التسويق؟ سؤال بيطرح نفسه يعني فعلا سؤال اذا حدا في ناس يعني حريصين على الدستور سؤال سؤال بمحله بس عم اقول انه الحاله غريبه عفوا سؤالك بمحله مثل دائما بس الحاله غريبه بسألي ساعتها لكن هل الجميع ينتظر التسويق؟ هل معتبرين انه الرئاسه لعبه لوتو يعني ناطرين اللوتو وين بده ينسحب؟ بينسحب بالدوحه بينسحب مدري وين؟ هل يلي ناطر التسويق انا برايي بصور مش عم بيحكي عن هالموضوع، انا ما بدي تسويق، انا بدي رئيس جمهوريه في موقع رئاسه الجمهوريه، بدي رئيس جمهوريه منتخب مثل ما بقول الدستور وفاعل وصاحب مشروع يقدر ينفذ مشروع. خلينا طب كل اللي عم بيصير كنت حضرتك أشرت أنه هيدا الهدف منه النيل من الرئاسة الأولى صحيح إضعاف الرئاسة من رئاسة ضرب الرئاسة ما هي مش رئاسة الجمهورية الجمهوري. ضرب رئاسة الجمهورية ليش؟ كيف؟ قلت لك وبرجع بقول لك لا ليش الهدف ضرب الرئاسة؟ تقلك شغلي أنه شو ما أصلاً الرئاسة قلت لك ورح أرجع قلت لك بس معلش أصلاً الرئاسة رئاسة الجمهورية ما انضربت من الطائف؟ لا ليش هلأ بهيدي الممارسات بدأت تنضرب؟ لا تقلك شغلي ما هو السبب بعدم التئام المجلس خلاف المسيحيين أولا قبل ما يكون كل اللبنانيين أو كل مجلس نيابة على رئيس جمهورية الموضوع مش هون رح قلك شغلي أنت رئاسة الجمهورية من بعد دستور الطائف عندها صلاحيتها أنا مثلا بدي أقول لك عن صلاحية هجمت هذه الصلاحيات لأنه لا في ناس يستفزوا إذا بتسألهم ضربت صلاحية الرئاسة لا تحجمت رح قلك باختصار الدستور كان يقول قبل انه رئيس الجمهوريه بنقي الوزراء ومن الوزراء بنقي رئيس الوزراء هيك كان الدستور بس جرت العاده انه تصير مثل ما عم بتصير هلا انه اخر ما في بصير في استشارات ولو مش ملزمه بصير في رئيس حكومه واثنين سوا بألفوا الحكومه اذا الدستور صحيح كان عطيها الصلاحية بس هي الصلاحية من الأساس ما كانت عم تطبق بعدين بقولوا لك أنه رئيس الجمهورية كان له حق يحل المجلس كان له حق يحل المجلس بالتوافق كمان مع رئيس الحكومة واليوم كمان حتى يحل المجلس بده كمان موافقة الحكومة يعني حتى بحل المجلس ما كان لحاله وبسلطة مطلقة غير أنه هون حدد الظروف اللي بنحل فيها المجلس طيب انه اخر ما في اذا بدك كانت في نوع من هيك يمكن وهم انه صحيح كانت اذا بدك بالمكتوب كانت صلاحيه رئيس الجمهوريه على الحال مكتوبه بجمله اذا بقري لك اذا بقري لك النص الماده القديمه هلا إنما بالواقع كانت ممارسة هذه الصلاحيات تجري كما عم تجري اليوم الممارسة حتى نعم. نكون بالقبليل بالأول هون واضحين هلأ أنا مثلا بدي أعطيكي مثل عن صلاحية الرئيس بتعرف إنه رئيس الجمهورية هو اللي بعين السفراء يلي هي ما كانت مثلا بمكتوبة على كل حال بالمادة بس القديمة هلا خلينا نكون واقعيين قادر رئيس الجمهورية عين السفراء ما في محاصصة كل زعيم وكل تيار سياسي بيسمي سفراءه هيدا صار واقع آخر
هيدا صار واقع اخر. رح بردون بدي ارجع على فكره الاساسيه. اليوم رئيس الجمهوريه عم تقولي لي انت اموله من الصلاحيات، انا عم بقول لك وبقري لك اياها، رئيس الجمهوريه هو الذي يعتمد السفراء ويقبل اعتماد السفراء. اذا رئيس الجمهوريه هو اليوم بعين السفراء، ليه بده يلزمها لطرف اخر؟ ما هيك اخر ما في. رئيس الجمهوريه اذا بيتمسك بصلاحياته هو عنده صلاحيات. وهلا سردت لك وحده ما راح امشي تقول لك انه هي مثلا ناس اوقات منا منتبه لها، لانه رئيس الجمهوريه ما بتعرف شو رئيس الجمهوريه هو اللي بعين السفراء في كل بلدان العالم. بتعرفي شو اهميتها هيدا بالنسبه كمان لسياسته ولسياسته الخارجيه؟ هلا الاهم عم بقول لك انا انه التعيين والتسويه ضرب لرئاسه الجمهوريه، ربط النصاب بالثلثين يعني تعيين وتسويه وضرب. عم ترجع بتسأليني لي وبرجع بقول لك حيث الرئيس المنتخب صار عنده أكثرية نيابية، صار هو كل مشروعه بغض النظر حتى عن الصلاحيات، كل مشروعه الإصلاحي، كل مشروعه البيئي، كل مشروعه الاقتصادي، كل مشروعه الاجتماعي، كل مشروعه ضد العنف، كل هالمشاريع وقت بيكون هو صاحب مشروع بيقدر من خلال مجلس الوزراء والوزراء اللي هو عنده تنسيق معهم بيقدر يقدم هالمشاريع إلى المجلس النيابي. ورئيس الجمهورية له حق ينزل على المجلس النيابي في الدستور وفي النظام الداخلي ويوقف على المنبر امام المجلس النيابي ويقول له للمجلس النيابي هيدا مشروعي وانا بدي اتماسك انا وياك في تنفيذ هذا المشروع. بدك يكون في رئيس هيدا قوي. اساس بدي يكون في رئيس عنده قوي. مشروع تصير كلمه قوي شو قضيه عضلات وسباحه ومدري شو بدي لا رئيس لا جمهوري. عضلات ولا بدي سباحه ولا شيء رئيس قوي بيقدر يضرب ايده على الطاوله. رئيس جمهوريه عنده رؤيه، عنده جرأه، كلمه قوي مش مرتهن رؤيه مش مرتهن بمن اتى يعني مننوا انه جابوا رئيس جمهوريه تماما. بدي رئيس جمهورية بالأول صاحب رؤية، صاحب جرأة، صاحب مشروع، صاحب استقامة، صاحب همة ونشاط، وصاحب اهتمام بالمصلحة اللبنانية وبمصلحة الوطن. بدي رئيس جمهورية لكل اللبنانيين، ورئيس جمهورية عنده حيثيته السياسية حيث عنده أكثرية نيابية هو صار قادر يتفاعل معه وتتفاعل معه لتنفيذ مشروعه. بدك رئيس مثل ما رئيس مجلس النيابي بيقولوا لك أنه إيه جبناه لأنه هو يمثل طائفته، ورئيس الحكومة يجب أن يمثل طائفته. لا لا وقت لا لم لا يكن يمثل طائفته لا قامت لا الدنيا لا وقعدت أو الأكثرية في طائفته. كمان في عندك زعماء موارنة يمثلون يعكسون الشارع المسيحي يعني كالدكتور جعجع، الرئيس أمين الجميل، سليمان فرنجية، ميشيل عون، ما هن ست ندى باعتراف الجميع هن الأقطاب الموارنة الأربعة. حبيبتي رح أقول لك شغلي، نحن اليوم مش كل شو هي مثل مجلس ملي، نحن ما عندنا الانتخابات المؤسسات والدستور والنيابة مش مجلس ملي مثل وقت طلعوا بنظرية القانون الأرثوذكسي. شو نحن عم من كل ملي عم تعمل مجلس ملي؟ لا نحن مجلس نيابي مكرس. يا حبيبتي مجلس نيابي لكل الوطن، ورئيس الجمهورية لكل الوطن، ورئيس مجلس نواب لكل الوطن، ورئيس الحكومة لكل الوطن. ما فينا نفوت بهالاعتبارات حيث بنكون عم نضرب كل المؤسسات. رئيس الجمهورية مش ابن الوطن كله. دكتور حنين حضرتك مثالي جدا مع طبقة سياسية بعيدة يمكن عن هالمثالية. رح نتوجه لمجلس النواب مع زميلنا بسام أبو زيد تنشوف كيف الحركة عنده بعدها رايقة، يمكن اخدين راحتهم النواب وناطرين مثلا اخر ربع ساعة قبل موعد 12، خاصة بسام انه معروف سلف انه لن يكون هناك من نصاب لعقد الجلسة. نعم يعني هذا الربع ساعة الأخير الذي تتحدثين عنه يعني لن يفيد في شيء أيضا هذه المرة. سيحضر نواب قوى 14 أدار وسيحضر عدد من النواب المستقلين ونواب كتلة التنمية والتحرير أيضا إلى مجلس النواب. طبعا النصاب عندها يعني لن يكتمل، لن يحضر 86 نائبا إلى مجلس النواب، وبالتالي لا يكون هناك إمكان لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية. طبعا المعجزات في هذا الموضوع تبدو حتى الساعة مستحيلة. الاتصالات ما زالت متواصلة في موضوع الاستحقاق الرئاسي، ولكن حتى الساعة يعني لم يسجل أي تقدم، لم يسجل أي توافق، لم يسجل أي بصيص أمل يشير إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم في هذه الأيام العشرة الأخيرة من ولاية الرئيس ميشيل سليمان. طبعا هذه الجلسة التي دعا لها الرئيس نبيه بري اليوم هي في اليوم الأول من الأيام العشرة الأخيرة، والتي يفترض فيها أن يكون مجلس النواب بحالة انعقاد دائم من أجل تأمين انتخاب رئيس للجمهورية في حال لم يدعوه رئيس المجلس النيابي للانعقاد. ولكن الرئيس بري دعا إلى جلسة اليوم،
وبحسب التوقعات هو سيدعو إلى جلسة أخرى أيضا الأسبوع المقبل، يعني قبل نهاية ولاية الرئيس ميشيل سليمان. في هذه الفترة، فترة العشرة أيام هذه، لا يستطيع مجلس النواب القيام بأي نشاط آخر، لا يستطيع القيام بأي عملية تشريعية. الرئيس بري له رأي في هذا الموضوع، وهذا الرأي عبر عنه عندما حدد جلسة 27 يعني في حال حصل الشغور الرئاسي. ربما الرئيس بري لديه معلومات أو لديه توقعات بأنه يمكن حصول انتخابات رئاسية قبل موعد 25 أيار، ولكن عندما حدد جلسة لمناقشة يعني مسألة سلسلة الرتب والرواتب ومتابعة المناقشة في هذا الموضوع يوم 27 أيار، هناك من يقول بأن يعني هذه الجلسة قد لا تكون شرعية. يعني بالأمس مثلا عضو المجلس الدستوري السابق سليم الجريصاتي قال لنا بأنه حتى بعد 25 لا يستطيع مجلس النواب أن يشرع إذا كان هناك شغور في رئاسة الجمهورية. وأيضا هناك بعض المعلومات التي تقول بأن ربما النواب المسيحيين لن يحضروا عندها إلى مجلس النواب، كانوا معترضين أصلا يعني كمبارح بسام يعني عن تحديد هيدا الموعد. بسام، بس بدي أسألك، هل في لقاءات جانبية الرئيس بري يعني وصل باكرا لمجلس النواب؟ الجمعة الماضية كان في كتير لقاءات جانبية حصلت بانتظار أنه يكون في نصاب أو لا نصاب، هل اليوم هل بلشت هذه اللقاءات؟ التقى بحدا؟ شفنا نائب نواف الموسى وفيت، مع العلم انه قال انه جاي عنده واجب تعزيه بالمجلس. يعني الرئيس بري طبعا حضر باكرا، شاهدنا النائب نواف الموسوي يخرج من يعني الرواق الذي يتواجد فيه مكتب الرئيس نبيه بري، ولكننا يعني حتى الساعة لم نتأكد ما إذا كان قد التقى الرئيس بري أو لم يلتقيه، ولكن عند مغادرته يعني توجهنا إليه بالسؤال ما إذا كان سيبقى في مجلس النواب، رد بالقول ليش شوفي. طلبنا منه أيضا أن يأتي يعني للإدلاء بالتصريح، قال بأنه غير مرة. يعني النائب الوحيد الذي شاهدته داخل مجلس النواب هو النائب نواف الموسوي، لا أدري ما إذا كان أحد قد وصل في هذه الأثناء يعني في أثناء لا هلا بعد، بس يمكن في نواب بمكاتبهم الرسالة. بعض السيارات، وكما تعلمين يعني ويعلم جميع المشاهدين بأن النواب يعني الذين يحضرون إلى هنا غالبيتهم يحضرون في سيارات زجاجها داكن، يعني لا نعرف من يوجد في داخل هذه السيارة إلا إذا كنا قد حفظنا أرقام السيارات، أرقام سيارات النواب، بعد شوي بهالهليل وما تعتلهم الأرقام الرسمية لهذه السيارات. أكيد يعني رح يوصلوا يلي بيقولوا أنه هني جايين على الجلسة لحتى يأمنوا نصاب ولحتى أنه يشاركوا بالعملية الانتخابية، طبعا رح يجوا. وكما ذكرنا هني يعني قوى 14 أدارية اللي ما زالت حتى الساعة تتبنى ترشيح الدكتور سمير جعجع، وهناك أيضا اللقاء الديمقراطي الذي أيضا ما زال يتبنى ترشيح النائب أنري حلو، وهناك أيضا كتلة التنمية والتحرير طبعا هي تحضر لأن الرئيس نبيه بري يعني رئيس هو مجلس النواب للجلسة. وهو الداعي للجلسة وهو يرأس هذه الجلسة، ولكن المفارقة يعني الرئيس بري يحضر ولكن حلفاء الرئيس بري لا يحضرون يعني، ولا يتم تأمين النصاب من أجل إتمام العملية الانتخابية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. هلا كده دكتور احنا نقول يمكن هو تقسيم أدوار. أنا بدي أشكرك زميلنا بسام أبو زيد، بنرجع لعندك أكيد بعد شوي وقتها تبلش يصير في حركة أكثر بمجلس النواب، بس الحركة بلا بركة للأسف. شكرا بسام. كلمة شوفي يعني ما علي انه هيدي انا برايي انه كانه في جلسه ضرب نحن لا بس كلمه شوفي لا في رئاسه جمهوريه، كلمه شوفي كمان استخفاف بحقوق الناس برئاسه الجمهوريه بالمجلس النيابي ككل، يعني ما هذا كلام لا يستعمل، لا كلام لا يستعمل انه كانه هيدي قضيه يعني لا اهميه لها، يعني بس تقول انه سمعتها وبتاسف عليها، بتاسف انه تنعال. هون فتنا بالموضوع اللي كان عم بيحكي عنه زميلنا بسام، واللي امبارح وهلا نحن بلشنا بالحديث عنه، حدد جلسه ب 27، الكتل المسيحيه معترضه ويقولون انه لا منا شرعيه، مش معروف على وين رايحين، فتنا بالمحظور، فتنا بالفراغ، واضح انه ما في افق، يعني فتنا بالشغور بالشغور كمان هيدي بدها توضيح بين فراغ او شغور. طب نحن اليوم بهيدي العشر ايام، ولكن في قراءه عند الرئيس بري مختلفه ويستمر في التشريع. طب نحن امام اي سيناريو دكتور حنين من هلأ للعشر أيام وما بعد العشر أيام؟ هو السيناريو الوحيد، أنا عم بحكيك وفق المنطق والقانون، السيناريو الوحيد أنه ما يكون في تشريع
ويكون في جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، وأنه موضوع التلتين يتراجع عنه رئيس بري، وإلا ما في انتخابات. أنت إذا بدك رئيس منتخب، رئيس لبنان منتخب من اللبنانيين، بدك تروحي على الدستور والنصاب والانتخاب. هلأ صار الانتخاب، هلأ صار بالنص زائد واحد، والنصاب طول عمره بالنص زائد واحد. إذا بدك أنت التلتين يعني رايحة لرئيس تسوية، لرئيس تسوية بالخارج. إذن هلأ موضوعي على كل حال ممنوع التشريع، ممنوع من عند باتن، وفسرته ما رح ارجع لهالموضوع. وانا خوفي، ورح ارجع اقول لك بهالموضوع شو انا خوفي، انه من باب انه انفتح باب التشريع، انه مصلحه الناس يعني اللي بعد شوي رح يربحون جميل فيها، انه مهتمين بمصلحه الناس، انه مصلحه الناس تقتضي بعد خمول اربع سنين. انه النائب ابراهيم كنعان وصل على مجلس النواب، بس كمان تكتل تغيير والاصلاح يقاطع الجلسات، وهو يساهم بتطير الجلسات. ما بنعرف كمان شو عنده، هل جاي يلتقي الرئيس بري؟ على كل حال لا بنعرف بعد شوي من زميلنا بسام ابو زيد، بس انه عم يوصلوا قبل نواب 14 اذار، ويبدو انه في عدد من نواب 14 اذار و8 اذار صاروا بمكاتبهم، بس بعد ما فاتوا لا مبنى المجلس النيابي حيث القاعة. بس اللي واصلين لهلا من اكيد نواف الموسى وابراهيم كنعان يلي لن يدخلا الى القاعة. تفضل. طيب. هلا شو الخوف؟ اذا تحت شعار انه مصلحة الناس نكون خرقنا كمان مرة الدستور وعملنا جلسة تشريعية، ما هيك؟ تحت بكرة نرجع نفوت الى خرق جديد للدستور يلي هو التشريع، والتشريع خرقا للدستور، وتعديل الدستور خرقا للدستور. ليه انا عم بقول لك هيك؟ اليوم في ناس بتقول لك يا اختي هون تعدل الدستور وفقا للآلية الدستورية. طبعا الدستور بقول لك شو الآلية الدستورية لتعديل الدستور، انه بالثلثين مثل ما قلنا، بالثلثين النصاب بالثلثين والتصويت بالثلثين. انما دائما، وهيدا مبدا دستوري عام، دائما ما فيك تعدل الدستور الا تحت شرطين اساسيين تيكون فعلا هذا التعديل دستوري وقانوني. بالرغم من انك استعملت الآلية الدستورية، بده يكون في شرطين: الشمولية والديمومة. يعني الدستور ما بيتعدل الا لكل الناس، هاي الشمولية، وما بيتعدل الا وفق مبدأ الديمومة، يعني لعشرين 30 40 سنة لقدام. ما في ديمومة 10,000 سنة، لا، بس انه لا لقدام، انه مش كل سنة، مش يعني استثنائيا، يعني مش كلمة استثنائيا، حس دائما هن هيدي كلمة استثنائيا هي خرق للدستور، حيث ما فيها ديمومة، حيث استثنائية. طيب انت اليوم اذا بعتقد ايامات الفريد نقاش وقت كانت الرئاسه بثلاث سنين وعملوها بست سنين، حتى طبقت ست سنين على بعد عهده، مش على عهده، انعملت عهده، وعمل التعديل بعهده، ولكن طبق لبعد عهده. ودائما بيتبعوا، هل بيتبعوا هيك الامور؟ يعني الدساتير اللي بتحترم حالها، والمجالس النواب اللي بتحترم الحاله وبتطبق الدساتير بشكل صحيح. اذا انت اليوم وقت بتجي بتعملي تعديل للدستور حتى تنقول تنتخبي موظف من الفئه الاولى، يعني شو فيك تعملي؟ بكره بس تطلع جريده رسميه فيك تحطي صوره الشخص على الجريده الرسميه. يعني انعمل الدستور، انعمل تعديل الدستور لشخص واحد، لهالشخص بالذات، حس معروف معمول كرماله، ونعمل استثنائيا، يعني خرقتي الشموليه حس معمول وبتحطي فيك صورته للزلمه. أوكي. على وانخرق مبدا الديمومه حس عملتيها استثنائيا. اذا هيدا خرق فادح للدستور، هيدا مش تعديل دستور. ما فيك تستعملي اليه تعديل الدستور وانت عم تخرق المبادئ الدستوريه. اذا اليوم فاتين بهالقضيه التشريعيه يلي هي كمان خرق للدستور، تنرجع نخرق مره ثانيه الدستور، انه نعدل الدستور خرقا له، هيدا انا بحذر منه من اليوم. وانا بعتقد هيدي النيه اللي يعني ممكن يكونوا ماشيين فيها حتى نوصل لنتيجه من هالنوع. بعدين اليوم من 23 نيسان لحد انتخاب رئيس الجمهورية، ان شاء الله اليوم، يعني حتى او بعد 25، ان شاء الله بعد 25، ان شاء الله بعد شهر واثنين، خلص الدستور ماشي والمواد الدستورية ماشي وما في شيء معلق وكله مثل ما هو. بضل المجلس النيابي هيئة انتخابية، لا هيئة اشتراعية، مهمته الوحيدة انتخاب الرئيس الى حين انتخاب الرئيس. احسنتي. ولكن هذا لا يحصل على أرض الواقع. لا ما تقولي لي إنه في، ما هناك من يراهن أنه بالربع ساعة الأخير أو باليوم الأخير أو قبل ما تخلص هذه المهلة ينتخب رئيس للجمهورية.
أنا إذا شو اللي تغير بين أربع أسابيع وأربع جلسات لليوم طالما أنه الأفق هالقد مسدود؟ يعني بتقولي لي إذا ينتخب يعني خلينا نمشي بالدستور، يعني خلينا نمشي بالنصاب والانتخاب بالنص واحد، هيدا ينتخب. هلا بتقولي لي يسوى على رئيس الجمهورية، بس احنا عم تحكي حضرتك عن نصاب الثلثين وانتخاب بالنصف زائد واحد، حتى هيدا انتخاب بالنصف زائد واحد هناك رفض له وانتقاد له. رئيس بري قال انه بدنا نصاب ثلثين بالجلسات اللاحقه في حال بدون وجه حق. هلا اوكي بس كمان وبيقول بالنصف زائد واحد، ولكن حتى على هيدي في اعتراضات. ونذكر تماما موقف بكركي من رفض انتخاب رئيس جمهورية بالنصف زائد واحد. هيدا موقف بكركي انا يعني بس بدي اذكر انه في عنا يمكن لقاء بين الرئيس نبيه بري والنائب ابراهيم كنعان بهيدي الاثناء. على كل حال بنرجع عند زميلنا بسام ابو زيد وبنتاكد من الموضوع لاحقا. ولكن قبل ما نكمل مع الدكتور حنين بدي انتقل لزميلتنا فتون رعد اللي موجوده خارج مبنى مجلس النواب اللي عم بتواكب الحركه على الارض، مع انه لهلا فتون نهارك سعيد. هلا يمكن بس بنشوف شرطه المجلس الاجراءات الامنيه وانتم عدد نواب قليل جدا جدا. نهارك سعيد ندى لك ولضيفك. مزبوط ندى، يعني مثل ما قلتي انه بعد الحركه كثير خفيفه، يعني بعد النواب ما وصلوا واللي كانوا عم يوصلوا غالبيتهم عم يتجهوا من الجهه الاخرى ويروحوا يتجهوا لمكاتبهم. يعني مثلا عرفنا انه النائب ميشيل موسى بمكتبه، النائب احمد فتفت، ولكن من هون يلي دخلوا طبعا اول الواصلين كان الرئيس نبيه بري يعني حوالي الساعه 10. كمان النائب ابراهيم كنعان وصل من شوي مثل ما قلتي، هو على ما يبدو بلقاء حاليا مع الرئيس نبيه بري، وقال انه بيصرح بعد شوي. النائب دواف الموسوي كمان وصل، سالناه يعني حضرتك من اول واصلين؟ قالنا نعم، ولكن انا جاي كرمال واجب اجتماعي. سالناه شو هو هذا الواجب الاجتماعي؟ فقال تعزية. يعني نعم. فلهلا مثل ما قلنا ندى، بعد الحركه من هون خفيفه جدا، النواب غالبيتهم يلي عم يوصلوا عم يتجهوا لمكاتبهم. اي جديد حنوافيكم فيه ندى؟ على كل حال يمكن بعد شوي ما راح تعودوا تلحوا، لانه مثل ما صار الاسبوع الماضي هيك وصلوا مع بعض النواب 14 اذار، كانوا عارفين سلف انه تواجد من مجلس بمجلس النواب قبل الوقت مضي على الوقت، لانه حتى وقت نزلوا ما طول الرئيس بري ترفع الجلسه. هون بدنا نحكي بهذا الموضوع انه قديش كمان على رئيس المجلس ان ينتظر داخل القاعه لا تأمين النصاب أم لا. بس خلينا نكمل قبل بالفكرة اللي كنا عم نحكي فيها. رح أقول لك شغلي، موقف بكركي، أنا طبعا أنا رجل ديمقراطي أحترم كل المواقف، أنا ما عندي مشكلة بهالموضوع. هلا موقف بكركي ما تفسر دستوريا، يعني غبطة البتراء ما إجا فسر لك دستوريا ليش أخذ هذا الموقف. وانا بس بلفت نظر انه اخذ هذا الموقف أن لا يصل الرئيس باصوات المسيحيين ومسيحيين وتكون وصول الرئيس باغلبيه غير مسيحيه. لا هذا ليش بدي انا اليوم يعني ابني هواجس على هواجس على هواجس وقت الدستور بيقول شيء بصير انا بدي اعمل كل شيء تحت تخيل الدستور؟ بس رؤساء اجوا بالطائف الرئيس ليس الهراوي والرئيس اميل لاحود وكانوا المسيحيين الذين يمثلون حقيقه الشارع المسيحي خارج السلطه، ولا كان يمت بصلة إلى بكركي أو الوجدان المسيحي إذا أمكن القول. أولا خليني جوابا لأول سؤال، خليني أقول لك أنه موقف بكركي ما تفسر ما ترجم، ما قال سيدنا البتراك ومش مطلوب منه حس، هو منه آخر ما في يعني هو رجل دين، ما إيش قال بدنا إيه منتخب ما هيك بالإجمالي أو بالتوافق أو بالبديكيلي لأسباب دستورية. هو عطى رأي ما برروا دستوريا، وبرجع بلفت نظر انه حتى هيدا الراي بعد الاجتماع والخروج من عند نبيه بري بعدك فيها انت وقتها. طيب ما يعني هيئه المكتب كمان فاتت عبنا، هيئه المكتب مفروض تعمل توازن كمان مع نبيه بري، ما في شيء بيصير الا بموافقه كل هيئه المكتب. نعم. كمان فاتت وظهرت، يعني ما شفنا من عندها اي نتيجه بهذا الموضوع. أنا الموضوع اللي عم بقوله عم برره، ما هيك؟ هلا كل واحد عنده رأي، أنا مني يعني ضد إنه كل واحد يعطي رأيه، بس أنا اللي بتبني إنه اللي بده يعطي رأي بهالموضوع هذا موضوع دستوري يقدر يفسر لي حتى نفهم، يمكن وكلنا أنت وأنا والجميع يمكن كمان بنتنور من هذا الموضوع. طيب
اذا بالنسبه ل يعني لسؤالك عن غبطه البترك، هيدا الجواب عطى راي مايك، انما راي مش مبني قانونيا وتحليليا، وهيدا رايه انا بحترمه، بس انا راي تبعي راي اخر، وعم بوضح لك ليش هالراي الاخر بالدستور، وعم بقول لك ليش الدستور بيكتب هيك، حس عنده فلسفه، في فلسفه سياسيه دائما وراء الانتخاب وراء كيفيه الانتخاب. طيب جاوبت على سؤالك، في شيء بدك تساليني؟ بس بدي اقول شغله، ما هو اذا بدنا بلبنان لا يمكن فصل الدستور وتطبيق الدستور والقوانين عن السياسه طبعا، خاصة منذ الطائف. يعني وقت تكون بكركي عندها هيدي الخشية، لأنه برجع بعيد وبذكر أنه كانوا المسيحيين اللاعبين الأساسيين أو الذين يمثلون فعلا مقصيين خارج اللعبة السياسية، خارج العمل السياسي، وكان يعاقب يعني الشارع المسيحي، وبكركي حتى كانت هي الوحدة اللي كانت عم بتصرخ. طب هل جائز، برجع لنقطة نفسها، أكترية ما تأتي بنواب وتأتي برئيس لا يمثلون الشارع تبعهم، بوقت اللي رئيس حكومة رئيس مجلس يأتون بكتلهم ويأتون بنواب وبنواب ملحقين لهم لا يمثلون شوارعهم؟ بس جاوبيني ببساطة، أنت هالرئيس اللي تسوى عليه من وين ما كان طلع مثل اللوتو، هذا بيمثل واقعك وواقعي واقع الناس؟ فإذا في خلل ما بمكان ما، لكن بالتسويات ولا لا يا حبيبتي؟ لا، حس بالانتخاب، ما بالانتخاب شو رح يصير؟ ما بالمجلس مين فيه؟ ما في هالأشخاص اللي أنت عم توصيهم بين الهلالين بالأقوياء بنون موجودين بالمجلس، وقت اللي هالأشخاص من هون ومن هون بيعملوا تحالفات وبيعملوا مفاوضات وبيعملوا بونتاجات وبيتقدموا وبيرجعوا وبيرشحوا وبيسحبوا، شو يعني؟ يعني آخر ما في هالشخص يلي من هالفريق مهما كان هالفريق، ويلي مرشح من تاني فريق مهما كان هالفريق، هو خلاصة هالقوى، خلاصة هالقوى السياسية هون وخلاصة هالقوى السياسية هون. إذا حكما رح يمثل واقعك وواقعي أكثر بكثير من هالمسحوب باللوتو بدولة عربية من الدول أو بس يبدو مش مسموح يلي بيمثل واقعك وواقعي وواقع الكثيرين إنه يوصل للرئاسة. هيدا بحث تاني، أنت عم بتقولي لي، عم بتقولي مزبوط، أنت عم تحط إصبعك على أوجاع الناس، عم تقولي مزبوط، بس أنا عم بقول لك شو المخرج، ومش أنا عم بخترع لك مخرج. ما تقولي لي انه انا طباوي او انا يعني ايدياليست، حس انا عم بقول لك الدستور. اذا عم بقول لك دستور بكون ايدياليست، عم بقول لك يا اختي شو عم بقول الدستور، وعم فسر لك كلمه كلمه حرفا حرفا. انت اكيد رئيس التسويه ما رح يرضيك وانا ما رح يرضيني، حس رئيس التسويه والرئيس اللي هلا ما عم بيفتح تمه ناطر اللوتو، بكره بس يطلع رقمه باللوتو اي هو ما بعرف اي الاسماء المتداوله، بس يطلع رقمه باللوتو بقول لك ربحت اللوتو، بينزل بيصرفوا بالمجلس النيابي. انت اليوم كمواطنة، كست يعني ناشطة بهالمجتمع المدني وبالإعلام، مثل كثيرين صار من المجتمع اللبناني نساء ورجالا، انت شو بدك؟ ما انت عم بتقولي بدك يكونوا هل اذا بدك القيادات الا اسم الموضوع، ما هيدا اللي بدك اياه؟ انت وقت بدك القيادات الا اسم الموضوع، يعني ضروري كل واحد قائد بصير بدك شيء بيشو 4 5 6 7 احسن، ويمكن يمكن حل. احسنتي، انت اللي بدك اياه وحق معك تماما باللي عم تقوليه، بدك انه هالقيادات ما تكون بعيده عن موضوع التخبيط. هيدا اللي بيقوله الشارع، وهيدا بيقوله المنطق، وهيدا اللي بيقوله التقسيمات المحاصصه والتركيبات بالبلد. انا عم بقول غير شيء، انت بدك انه ما تجي هالانتخاب بعيد عن إرادة القيادات، وهذا شيء طبيعي. التسوية عم بتجيبه بعيدا عن إرادة القيادات، بس بعد ما شفنا، بعد ما لاحت بالأفق هذه التسوية، كأنه في حالة انتظار وترقب أو لم يحن وقت التسوية. لا بدي إياها ولا نطرة ولا بريدة ولا برغبة، وأنا ضدها، ما هيك؟ أنا ضد هذه التسوية. أنا عم أقول لك أنه أنت اللي خايفة منه أنه هالقيادات بيكون إلى بتكون فاعلة بموضوع رئيس الجمهورية. هالقيادات أنا بقول لك من هلأ ما فيها تكون فاعلة إلا بحالة واحدة، بحالة أنه تحط حالة بالانتخاب وتحط حالة من ضمن تشارك بالعملية الديمقراطية. هلأ
بكرة يمكن يجيك شخص، محتمل يجي شخص خارج هالأربعة، إنما هالأربعة مشاركين هني بترشيح هذا أو ذاك. بالزمنيات برجع بختصر الوقت، كان رئيس شمعون كان الوجه إذا بدك الأبرز في القيادات آنذاك، وكان يعني إذا بدك هيك تلقائيا عنده أو أوسع جمهور، وهالجمهور حبوا أنه يكون رئيس جمهورية. إنما رئيس شمعون بالذات وقت اللي بوقتها حكي معه، أنه بعرف هالتفصيل، حكي معه وقتها الله يرحمه ويرحمه التنيتون قاسم الخليل، وقال له أنت فخمة الرئيس، ما فيك أنت توصل تخرق على النص زيد واحد، انما سليمان فرنجي في. قال له ليش؟ فسر له واقتنع ورشحه وقتها سليمان فرنجي، صار في كل الحلف ورا سليمان فرنجي، وكان كل النهج ورا لي السركيس. اجى سليمان فرنجي بغض النظر عن انه كانت الصلاحيات بين الهلالين مختلفة قبل، اجى مع اكثرية نيابية. اليوم انا بدي رئيس اكثرية نيابية، هالاكثرية النيابية القيادات كلها موجودة فيها، ان كان معه او بالمعارضة. هذا المطلوب. تننتقل لمحور ثاني. اليوم نحن فتنا بهالعشر ايام وعم نقرب على الشغور، حضرتك عم بتقول مش الفراغ، شو الفرق اولا بين الشغور والفراغ؟ ثانيا كل صلاحيات الرئيس تناط بمجلس الوزراء، وهل كل الصلاحيات أم بالمعنى الضيق؟ وهل مجلس الوزراء مجتمعا أم رئيس الحكومة؟ تتكون واضحة. رح أقول لك بكل وضوح. خلينا نبلش قبل، ليش شغور مش فراغ؟ ليش شغور مش فراغ؟ لا لا لسبب بسيط. أنت وقت اللي بيوصل بتوصل 25 تنتهي ولاية رئيس الجمهورية، وعند نهاية ولاية الرئيس الجمهورية مثل ما عمل إميل لحوت سابقا يغادر على الساعة 12 على الدكة، ترك الأسر الجمهوري، وهذا كان واجبه أنه بوقتها يعمل هيك. إذا رئيس الجمهورية لا سمح الله بعد 25 أيار، إذا ما انتخب، مش إن شاء الله ما يتسوى عليه، إذا ما انتخب بعد 25 أيار بيصبح قصر بعبدة فادي، الكرسي الرئاسي فادي. إذا في شغور. ليه ما في فراغ؟ حيث المؤسسة ما وقفت، ما تعطلت، وهيدا دايما الدستور، هيدا دايما الدستور يلي يأبى، يعني ما بده، ما بحب الفراغ، ويلي دايما مع تواصل بالمؤسسات ومع استمرارية المواصلات. إذا ب 25 أيار أو ب 24 أيار الساعة 12 بالليل بيترك رئيس الجمهورية المقعد الرئاسي بصور شاغر، إنما ما في فراغ، لي حيث المؤسسة بتدل ماشي. كيف بتدل المؤسسة ماشي؟ الحكومة هي التي تستلم صلاحيات الرئيس الجمهورية نيابة عنه، المادة 62 في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء. الحكومة مش رئيس الحكومة، الحكومة هي اللي بتستلم صلاحيات. هون المادة واضحة، ما بتقلك لا بالمعنى الضيق ولا بالمعنى، بتقلك صلاحيات. يعني شو الصلاحيات؟ لأنه رئيس المتعارف عليه أنه الحكومة وقت تصير حكومة تصريف أعمال، منا حكومة اليوم تصريف أعمال. أوكي، لا أنا عم بحكي غير منطق، بحكي عادة حكومة تصريف الأعمال تصرف الأعمال بمعنى الضيق. هل وقت تخلو سدة الرئاسة أبداً الحكومة تصرف أعمال الرئاسة بمعنى الضيق؟ لا لا أبدا، تستلم أبدا الحكومة اليوم حتى بالأمور المصيرية والأساسية، الحكومة تستلم، حكومة تستلم. هلأ هي بدها تقرر، هلأ بقول لك كيف تشتغل الحكومة. هي تستلم، النص واضح، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء. صلاحيات موجودة بمادة دستورية، هالصلاحيات تناط بمجلس الوزراء يلي ينص عليها الدستور. أبدا، إنما وبما أنه هيدي حكومة عندها الساعة مش مستقيلة، إذن ما في أي مشكلة موضوع. هلأ لو كانت حكومة مستقيلة وهي عم بتصرف أعمال، بتستلم صلاحيات رئيس الجمهورية لحد صلاحياتها هي بتصريف الأعمال، إنما اليوم مش هيدا الواقع. طيب هلأ إذن في هلأ نظرية كمان تانية وكمان تعطيلية للدستور، بتقلك لازم ال 24 وزير، حس يوم في عنا 24 وزير، هني يمضوا كلهم على لأنه مجلس الوزراء مجتمعا. لا ما في مجلس وزراء، مجلس الوزراء بس. إذن من حضرتك عم نشوف مرشح المستقلين أو بتحديدا اللقاء الديمقراطي بشكل أساسي أنري حلو وصل لمجلس النواب ومعه الوزير والنائب وائل أبو فاعور، اللي هو لا يزال أنري حلو مرشح المستقلين بالدرجة الأولى لقاء الديمقراطي اللي سمين نائب وليد جنبلاط، والدكتور سمير جعجع لا يزال هو مرشح 14 أدار. يعني يمكن بلشت هلأ يصير في حركة أكثر بمجلس النواب بعد في أقل من ساعة
على الموعد المفترض للجلسة في حال تأمن النصاب وفي حال يعني عقدت هذه الجلسة ولكن معروف النتيجة سلف. تفضل دكتور حنين. ست ندى، إذا النص واضح أنه تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، طبعا بس تقولي بلشوا يتوافدوا النواب عن النائب محمد إبني عضو كتلة تيار مستقبل، تفضل. تفضل أنا وياك نزل تحت. شو رأيك؟ سامع ستنا؟ نعم. بس تقول ينقال تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس وراء طبعا بمجلس وراء مجتمعا، بس كيف مجتمعا؟ يعني في نظرية عم بتقول أنه لازم 24 وزير يكونوا عم بيمضوا على كل شغله، مش صحيح ابدا. بس قول تناط بمجلس الوزراء، يعني بمجلس الوزراء كما يعمل مجلس الوزراء. كيف بيعمل مجلس الوزراء؟ مثل ما شرحنا قبل بشوي، مجلس الوزراء بالامور العاديه بده يامن النصاب دائما بالثلثين، وبده ينتخب بالنص زائد واحد، يعني النصاب الثلثين هو 16، يصوت على قراراته بالنص زائد واحد. واذا دونك افترضي فات 16، صار اذا صوت 9 مشي الموضوع. وبالامور المصيريه بده يفوت 16 ويصوت 16. طيب اذا هكذا يعمل مجلس وزراء، وهكذا يبقى يعمل مجلس الوزراء عندما هو يمارس، برافو عليك، عندما يتولى رئيس الجمهوريه. يعني بس يصور بالاول بينطرح الموضوع، اذا في توافق عال، اذا ما في توافق بالتصويت، وبس يتصوت عليه وفق الاصول الدستوريه بيمشي الموضوع يلي هو بيكون من صلاحيه رئيس الجمهوريه. واضحه. شغلة تانية بما يتعلق بالمادة 62، كان في طرح بهالأسبوع يعني تردد كتير وتسرب، وكان النائب هادي حبيش حكي عنه من شهرين، أنه بتعديل المادة 62، أنه كيف ممكن مجلس النواب يمدد لنفسه، كيف رئاسة الحكومة لهي بتجوز ما يتخطوا بهاي، ورئاسة الحكومة في عندها تصريف أعمال، ليش رئيس جمهورية ما بيبقى بمنصبه لحين انتخاب الخلف؟ يعني مش بتنديد 3 سنين أو تجديد ولاية، ما بصور عندك رئيس جمهورية ساعتها، بصور يبقى 31 سنة. أنا عم بقول لك من هلا أبدا، هذا خطأ كبير. أحل لك شغلي، أولا ما يتخطوا بخطأ تبرروا خطأ، ما يقولوا النواب اللي هن برروا مددوا لحالهم بشكل غير شرعي، مددوا لنفسهم وزوروا وكيلة الناس، ولا نحن زورنا لغيرنا ما بيعمل نفس الشيء. ما بنمشي بخطأ، من خطأ لخطأ، واحد. اثنين، شيء طبيعي بس حكومة تصرف أعمال إلى حين تشكيل حكومة تانية. دائما خلي براسك، ما علي، دائما المؤسسات، دائما المؤسسة العاملة. ما هي. هلا مش أنا اللي بدي خلي براسي، بس هيدا كل ما يروج له النواب طبعا يعني. بس أنا اللي عم بقوله حتى كلنا دل عنا قراءة صحيحة، بده يدل عندك الأهداف الدستورية يعني أمامنا، بس قول أنت يعني أنت أنا كلنا وخاصة النواب. الوقت اللي بتستقيل حكومة، شبه استقالت حكومة ما بقى فيها تعمل شيء بالمرة، يعني لا رواتب الموظفين بيوصلوا، لا مدري شو، لا مدري شو، يعني ما بقعد في شيء نعمل. شيء طبيعي بس تستقيل حكومة، هي تضل تصرف أعمال لحين ما يصير في تكليف وتأليف، تستلم الحكومة اللي تألفت تصريف الأعمال لحين نيل الساعة، ما هيك؟ إذا شيء طبيعي الحكومة المستقيلة هي تصرف أعمال، ليه؟ تما توقف بصالح الناس، وهون تما كمان المؤسسة تتعطل بالكامل. إنما الوقت اللي بتخلص ولاية الرئيس مش عم تتعطل اليوم، يعني سير الأعمال ما عم بتعطل، حيث هيدي الحكومة اللي هي عند الساعة عم تستلم صلاحيات. إذا أنت بتجي بتقولي ما هي مشكلتنا كله صار تمديد، وقائد الجيش تمدد له بشكل غير قانوني، والمجلس النيابي بشكل غير دستوري وغير شرعي، وهو المسؤول عن الدستور، وبكره بتعمل هيك برئيس جمهورية، بكره بصير عندك رئيس مجلس نواب ممدد له 30 سنة، ورئيس جمهورية ممدد له 30 سنة، وشو وبكره بصير إذا بده يحكي يفتح تمه رئيس جمهورية بيقول له أنت حبيبي شو؟ أنت تصريف أعمال، أنت ناطر يعني بده يجي مطرحك، أنت ناطر جاي محلك، وأنت تصريف أعمال، وما في وكيف بدك يعني هيدي تحتطي لها. أنا ضد هذه النظرية كليا، هيدا كله تخاذل وكسل وعدم احترام بغض النظر إذا ضد أو لا، بس هي غير دستورية وغير أبدا، هي على كل حال اليوم غير دستورية، وأنا أكيد مش مع هالنظرية أبدا. حزب سور الرئيس الجمهورية أصلا عم تشتكي الناس إنه صلاحيته قللوا له إياها، بس أنا برأيي إن عنده شخصية وانتخب من الأكثرية النيابية، صار عنده ركيب، بس أصلا هو هيك إذا خلوه سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة
10 مع كسل النواب وعمل عدم احترامهم للدستور النبقات ينتخبوا غيرك بصفة إذا بده يقول كلمة. بس دكتور حنين إنه أنت حضرتك عم تعتبر إنه صار أقوى الرئيس، بس كيف قدر الرئيس سليمان يحكم من بين 8 و14 أدار بوقت اللي قدروا يشلوا البلد؟ ليش ما حكم؟ ليش ما حكم؟ شو قدر يعمل؟ ما عنده صلاحيات يعني. إذا ما نحكي عن الواقع، ما حكم حس ما انتخب. مع كل احترامي عم بحكي واقعة دستورية، أتى بتسوية رئيس، أتى بتسوية. إذا انتخب له بعتقد 128 نايب، بس ما في نايب بيقول له مرحبا، ما هيك؟ وقت اللي ينتخب من 65 66 67 نايب صار جاي بقوته، يعني صار في معركة أحسنتي وصارت كل القوى مسؤولة، ما بقى فيك تقولي هيدا ما بيمثل. برأيك رح نشوف يوما ما هيدا المشهد بمجلس النواب إنه رئيس يجي بقوته؟ بدنا نشوفه حكما. حس هيدا الدستور اللي بقول معليش ستنا دسلي 8 سنين بحكي بهالموضوع، يعني بالعربي بدي اشتغل على لسان الشعر انا واحكي عن الموضوع، وصار لي 6 أشهر بحكي عن هالموضوع يوميا، ما هيك؟ وبواجه رئيس مجلس النواب نبيه بري باعماله يوميا، بس اخر ما في. بدنا نوصل لمرحله نشوف الدستور ونطبقه، يعني انه وين الشطاره بعدم تطبيق الدستور؟ برجع بعطي مثل هيك بسيط بس بعطي دائما، انت بس تفوتي على ملعب فوتبول بينزل فريقين، كل فريق في 11 واحد، عندك ملعب مزيح، في اهداف، في حكم، كل الاصول اللعبه واضحه، تطلعي دائما بنتيجه بالاخر 1-0 2-3 4-1، تطلعي بنتيجه والكل بيسلم على بعضه وبيظهروا من الملعب. عملوا فريق فوتبول. لا المشكله اليوم يا محلى، المشكله اليوم انه اخذوا الطابه ما هيك وكبوها على المدرج على الجردان، وعم بقولوا للفريقين العبوا على الجردان، فيك انت وعم تلعب على الجردان تطلع بنتيجه متفق عليها باخر اللعبه؟ لا، اليوم وقت اللي انت تظهري من الدستور يعني اخذت بالون فوتبول وكبيتيه على المدرج، يعني ما بقى في قواعد. ما بقى في قواعد، ضاعت الطاسه. بدي اشير بس انه يعني بلشت شوي هيك تتحرك بمجلس النواب، صار في مثل ما ذكرنا نائب ابو فاعور وائل ابو فاعور اوري حلو المرشح الرئاسي، نائب محمد قباني، نائب مروان حميدي ونائب انطوان زهره. نائب مروان حميدي كان موجود باحدى المقاهي ورجع لحقه النائب انطوان زهره، يمكن عم يشرب هو أو في مشاورات قبل ما يفوتوا على مجلس النواب. ووقت ذاته كان الرئيس بري أول الواصلين، وصل النائب إبراهيم كنعان التقى أو لا يزال يلتقي. هلأ منشوف الرئيس بري وقال أنه بيصرح من بعدها النائب نواف الموسوي وصل ورجع غادر بحسب ما علمنا. يعني طبعا في بعض النواب موجودين بمكاتبهم، الصورة نفسها أو المشهد نفسه رح يتكرر. نواب 14 أدار كلهم باستثناء المسافرين راح يكونوا موجودين، النواب المستقلين راح يكونوا موجودين باستثناء يمكن 2 منهم، ونواب كتلة التنمية والتحرير، ولكن لا نصاب مجددا. هذا النصاب الذي يطير مرة جديدة تكتل تغيير والإصلاح، كتلة الوفاء للمقاومة ونواب البعث والقومة. نرجع منكمل طبعا نحن وحضرتك، يعني نفس المشهد، الناس يعني صار عندها يمكن زهقت اليوم للمرة الرابعة، يمكن للخامسة، يمكن للسادسة. بعدين هل سؤال هون انه الرئيس بري اذا بهالمهله العشر ايام اللي باقيه داعي تختلف على عن المهله اللي ما عن الدعوه ما بعد نهايه ولايه الرئيس؟ لا. يعني هل الظروف الموضوعيه لا. تختلف لا. او لا هي زي هلا بالسياسي كل يوم عندك اشياء مختلفه. اذا عم تحكي انت بواقع الانتخاب بالآلية بالانتخاب يعني نفسها. احنا بعد عنده يمكن ل 20 او 24 يدعي، بس ما بعد 25 تختلف، بدها ظروف اخرى لا. او لا. لا هو مثل ما قلت لك سابقا، هو داعي ب 23 نيسان، داعي ل 23 نيسان، والتقى من المجلس ب 23 نيسان، خلص صار هيئة انتخابية، ما بقى له مثل ما قلنا حق شرعي ولا شيء، وصار هيئة انتخابية وبضله هيئة انتخابية لحين انه يجي الرئيس، بيجي الرئيس قبل 25 بعد 25، صار هيئة انتخابية وبضله ينتخب، ومفروض يكون في نمط انتخابي. بس بحصول الشهور تختلف؟ لا بيختلف بموضوع الانتخاب، لا يختلف شيء على الاطلاق، الآلية نفسها ولا ابدا تتغير. ابدا على الاطلاق اللي نحن عليه بدنا نضل عليه، انما نقطة انه في يعني في تعليق النصاب بالثلثين 1 و2، في انه النواب مش عم بيعملوا واجبهم الوطني وبيحضروا، وثلاثة مفروض يكون في نمط انتخاب، يعني كل يوم جلسة وكل جلسة دورتين وثلاثة وأربعة وخمسة، هيدي انتخاب الرئيس، مش بنكبها من جمعة لجمعة وبننزل من عزة وشوفي لي شوفي كأنه ما في شيء، يعني هالكلام اللي عم بيسخف من موضوع رئاسة الجمهورية. أنا كمواطن اللي عم بيهمش هذا الاستحقاق أو عم بيقلل من أهميته أو عم بي
يمكن يحقر اذا امكن القول هذا الاستحقاق. نعم يمكن انه عم بيهين يعني على ايه معلي حق معك ستنا معلي هيدا كلام في 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 اهانه لموقع رئاسه الجمهوريه وللدستور وللشعب اللبناني بمجمله. ما اخر ما في رئيس جمهوريه ورمز وحده الوطن، ليه انا بدي احكي كلام مهين او مسيء لا سمح الله باتجاه موقع من هالنوع؟ انه شو في كانه ما في شيء وانه انا نازل اعمل واجب تعزيه، هيدا كلام حقه واحد يعزي مطرح ما بده، كلنا بنعزي وكلنا بنعمل واجبات، بس مش بهالظرف ينحكى كلام من هالنوع تينقال انه لا نحن سائلين لا عن مصلحه الناس ولا عن مؤسسات الناس ولا عن رئاسه الجمهوريه ولا عن المجلس النيابي ولا عن المصلحه العامه. طيب ما بيصير على الاخر ما في عشو النايب مسؤول، ما عليه عشو انت لشو بتنتخبي نايب ست ندى اذا ما بده يكون مسؤول عن كل شؤونك، كل شؤونك من البيئيه للاقتصاديه للماليه للدستوريه للسياسيه لا. طيب شو شغلته النايب اخر ما في يعني ينام أربع سنين ويرجع يشدد لحاله تقريبا سنتين، وفي انتخابات رئاسة الجمهورية يا ما بننزل يا بنحكي بشكل تسخيف لرئاسة الجمهورية. طيب في حد بيقول وحده كفى ما بيصير نكفي. سؤال بموضوع اللي عم بينطرح اليوم إذا تعديل المدة 62 أو لا أو هيك، بس العنوان الذي يتكرر عند كل استحقاق التمديد خرق للدستور. ابدا 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 برجع بقول لك اولا ممنوع بقى التشريع. اذا بدنا نكون صريحين مع نفسنا ونحترم الدستور وعندنا حسن نيه وعندنا حسن كده يحوي التشريع. حددت جلسه ب 27 امبارح كان في التشريع مطلوبين الي لا لا انا عم بتقلي اولا الموضوع اولا هيدا خرق فادح. انا برجع بلوم نبيه بري وبلوم هيئه المكتب وبلوم النواب مع كل احترامي ومحبتي للجميع، اذا بس بلومهم كلهم. بعدين بردون عفوا سؤالي كان وصل النائب وليد جملاط ما عم بيتخلف على ولا جلسه النائب وليد جملاط يعني ولا عم يحكي ومرشحه المستقل النائب اوري حلو. كنا عم نحكي انه التمديد لو انه لا يراعى الدستور وخرق للدستور وكل وشرحت حضرتك الاليه تماماً. بس 128 نائب عم بيركبوا الطربوش مطرح ما انا بدي اعرف شغلي ليش دائما بدنا نمشي بخرق الدستور؟ ليش بدنا نمدد لالله يرحمه الياس الهراوي خرقا للدستور؟ ليش بدنا ننتخب امين لحود ونمدد له خرقا للدستور؟ ليش بدنا نختلف ننتخب ميشيل سليمان مع احترامي خرقا للدستور؟ كل دوره انتخابيه بدنا نحاسب. انا اليوم معك بدي حاسب كمان. انا اليوم معك بدي حاسب، انت معي بدك تحاسب. ليه بدنا نمدد لقائد الجيش خرقا للقانون؟ ليه اليوم بدي ارجع اخرق الدستور بنصاب بكره تعمل تعديل دستوري اذا بدك تنتخب كمان موظف فئه اولى رئاسه الجمهوريه؟ ما هيك مش هيدا اللي هيدا خرق للدستور. بدنا نستمع بس بالاذن من حضرتك ننتقل لمجلس النواب. يعني ابراهيم كنعان عنده تصريح بعد ما انتقل رئيس يمكن جوله جلسه ويسبق هالجلسه قليل من التفاوض على خلفية تصحيح بعض المسائل يلي بيّنت معنا مبارح بالمناقشات. كمان كان في حديث حول الجلسات، كان جلسة اليوم أو جلسة المقبلة وبالنسبة لانتخابات الرئيس، ونحن كررنا طبعا الموقف المعروف بأنه النصاب مهم ولكن أيضا بالتزامن مع الوصول إلى خيارات. يعني كتير مهم نحضر وفي إرادة طبعا موجودة عند الجميع وعندنا بهذا المجال، ولكن نحن رأينا أنه للوصول إلى نتيجة بمعنى انتخاب يجب أن يكون هنالك خيارات متفق عليها بمعنى تحترم الصيغة الموسيقية. مش عم نحكي خيارات ترشيح فقط، يعني يكون حدا عم يعمل تفاهم على مرشح. المطلوب في صيغة موسيقية من الطائف لليوم على مستوى رئاسة الجمهورية لم تكن يعني محترمة. نحن عم نعتبر ككتلة أساسية بالمجلس النيابي أنه هذا أمر يفتح باب كبير على الحلول في نظامنا، إن كان على صعيد الحكومة، إن كان على صعيد المجلس النيابي، وإن كان على صعيد الكثير من الحلول المطلوبة بعد انتخاب الرئيس العتيد. كان في تفاهم مع دولة الرئيس حول الكثير من القضايا، وهو كمان رح يكمل بدعواته. مسألة تشريعية وعملية التشريع وإلى آخره، طبعا هذه مسائل دستورية تبحث، والآراء حولها مثل ما بتعرفوا
متنوعة، ولكن هنالك حرص أكيد من عندنا نحن من تكتل أن يكون هنالك مثل ما قلنا يعني الوصول إلى حلول، وباب الحلول هو انتخاب رئيس جمهورية ضمن المهلة الدستورية باحترام للدستور وللميثاق. هيدا يعني كان فحوى هالزيارة اليوم، خاصة بعد مثل ما قلت جلسة السلسلة امبارح، اللي منريد نقول للجميع أنه لن تكون نهاية المطاف بطبيعة الحال. قطع امبارح معنا مواد كتيرة، اللي باقي هو قليل ولكن أساسي. المطلوب مش نطلع شو ما كان، المطلوب أنه تكون الحقوق بحد الأدنى محترمة، وكذلك الأمر مسألة التمويل تكون جدية، وهذا الأمر بعتقد خلال الأيام المقبلة سيشهد تطورات على صعيد يعني معالجة هذه الثغرات. استاذ إبراهيم، يعني أنتم لن تحضروا جلسات انتخاب رئاسة الجمهورية إلا إذا يعني إلا إذا كنتم متأكدين وحاسمين إنه العماد عون سيكون رئيس الجمهورية. ما قلت هيك، هيدا كلامك بفهمه هلا، حلو بالصبحية هذا الكلام، بس هذا مش هيك قلت. انا قلت احترام الصيغة الميثاقية حقنا، يعني اليوم ما في احترام الصيغة الميثاقية للجلسات. ما هيك عم بقول، كمان ما قلت هيك، مش الجلسات اللي بتحترم الصيغة الميثاقية، ترشيح التفاهم فيما بين الكتل النيابية الأساسية بهذا النظام السياسي حول هذه المواصفات. انا مش عم بعتبرها شروط، حتى عم بعتبرها مواصفة أساسية أو صفة أساسية لازم تكون موجودة. بعتقد أنه منتشارك فيها مع الكثيرين حتى اللي مختلفين نحن وياهم. ساعة النبي ليش ما بتصرحوا الشعب بكل بساطة، بتقولوا له أنكم ناطرين السعودية وناطرين إيران وناطرين أمريكان، ولا أنتم نواب مش عم تعرفوا؟ لأنه مش مزبوط هالشي. لو هذا مزبوط كنا منقوله ومنصارحه. أنت حضرتك بتعرفي وبعتقد الكل صار يعرف أنه معنا لا سعودية ولا إيران ولا سوريا. نحن إذا كان عينينا إذا بدك ككتلة نيابية وكتيار سياسي بكثير من العزلة بكثير من المراحل بهالعشر سنين، هو لأنه تحركنا من بنات أفكارنا. بقى بترجيكي، أنا بحترم رأيك وبعتبر أنه هيدي صرخة عم تطلقيها باسم يمكن كثير من اللبنانيين حول اللي عم يحصل، بس لا، ما لازم نعمي. نحن مش ناطرين حدا، نحن عندنا رأينا وحرين برأينا وعم نتحمل مسؤولية رأينا سلبا أم إيجابا. بس عم توصلوا البلد للفراغ؟ لا، اللي عم بيوصل البلد للفراغ هو عدم مصارحة الكتل إذا بدك النيابية بعضها البعض حول المواصفات الضرورية والأساسية لانتخاب رئيس جمهورية. انتخاب الرئيس، أنت بتعرف اللي عم تسألني هالسؤال، أنه مش صحيح اللي عم يحصل اليوم على صعيد النصاب هو يلي مأخر تأخير رئيس جمهورية. يلي مأخر تأخير رئيس جمهورية بالنسبة لألنا هو مثل ما قلت لك، نحن عم نحلم صار لنا 20 سنة برئيس بصيغة ميثاقية معينة، حقنا نكمل ضمن المهلة الدستورية استاذ بسام بهذا الحلم، على أن نستطيع إن شاء الله، ونعطيكم إن شاء الله إشارة إيجابية بالقريب العاجل حول إمكانية الوصول إلى نتيجة. برجع بقول لك، هذا منه شرط للترشيح ولنه شرط لمرشح، هذا عمل وجهد مستمر يوميا وبالتواصل مع الرئيس المجلس اللي من كل احترام وتقدير لدوره، وكذلك الأمر مع الكتل النيابية اللي عم تعرفوا أنه نحن على تواصل معه. فإذن هذا هو الموقف اللي حبيت اليوم أدلي فيه، وشكرا. رح بس سؤال واحد رح أستاذ إبراهيم، بالنسبة لحضوركم جلسة تشريعية رح هلأ بعد المهلة، هذا أمر آخر. قبل المهلة إيه، بس بعد المهلة هذا الموضوع رح نحكي فيه. على أي أساس بتقرروا؟ على اساس الصيغه يعني بلش يتوافدوا النواب، بلش يعني يزيد العدد بين 8 و14. راح نشوف مع زميلتنا رنيم بوخزام اللي عم بتتابع جرده الوصول، بورصه الوصول والاحتمال الدخول الى القاعه ام لا، مع اول يعني اطلاله لها اليوم معنا بنهاركم سعيد، وهي راح ترافق هيدي الرصد طيله النهار لحركه النواب لحين موعد الجلسه. رنيم، شو صار عنا بين 14 و8 اذار والمستقلين من الواصلين إلى مجلس النواب؟ يعني ندى، بداية منيح أنه بلشت شوي تحرك يعني وصول النواب إلى المجلس النيابي حتى نشوف شوي عم يتغير الرقم. بداية عدد النواب اللي حضروا لحد هلأ هو 16. بحب ذكر من جديد الأمر اللي صار معروف أنه 86 هو النصاب لإنعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. خلينا نشوف معنا هلأ كيف تقسيم هود النواب على 14-8 والمستقلين. بداية عدد نواب 14 أدار الحاضرين صار 5 من أصل 54، وعن
عن جديد كمان ندى منذكر بأنه هناك نائبين مستحيل يحضروا يلي هن الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر لوجودهم بالخارج لأسباب أمنية. عدد نواب 8 أدار اللي صاروا حاضرين هو 5 من أصل 57، أحدهم هو النائب نواف الموسوي اللي حضر وغادر، وأيضا النائب إبراهيم كنعان اللي لن يدخل إلى جلسة المجلس النيابي. أما بالنسبة للمستقلين يعني هن العدد الأكبر، عددهم 6 من أصل 17. كمان بحب ذكر بأنه النائب إلي عون لن يحضر لأسباب صحية، والنائب محمد صفد يعني كان أبلغك مبارح بأنه لن يحضر، هلأ عم يوصل النائب أكرم شايب، النائب والوزير أكرم شايب، يعني صار عدد المستقلين 7. لنشوف الجردة كاملة ندى. بداية عنا 5 ل 14 أدار، 5 ل 8 أدار، في تعادل إذا ما نحكي باللغة لغة الرياضة، 7 للمستقلين وغياب 111 نائب. ندى بنرجع لعندك. اكيد رنين نحن راح نتابع معك، وكمان متوقع يعني راح تعلى بورصه الحضور من 14 اذار ومن المستقلين. هلا عم نشوف عضو كتله المستقبل النائب سيرج ثور ساركيسيان كمان وصل لمجلس النواب. بطبيعه الحال راح تتسارع وتيره الوصول الى مجلس النواب قبل نص ساعه تقريبا من عقد الجلسة إذا ستعقد، ومعروف سلف أنه لن تعقد، وكان يعني اللي صرحوا وقالوا من إبراهيم كنعان واضح. شو يعني المشكلة الميثاقية وأنه الصيغة الميثاقية لم تكن محترمة؟ يمكن هذا اللي كنت عم بسألك عنه طيل يعني وقت حكيت عن قصة الطائف والطريقة اللي أوتي فيها برؤساء الجمهورية، ولكن بهذه الحال اليوم كيف هي الصيغة الميثاقية غير محترمة اليوم بهذه الانتخابات؟ لكن باختصار يعني في كلام إذا بدك هيك يعني الأمل اليوم بعتذر نحن مضطرين يعني نسمع شو الأمل أن يكون هناك رئيس قبل 25 شهر وأن لا يكون هناك شغور بهذا الموقع المهم. في معطيات دائما بنضل نعول على اللحظات الأخيرة، نأمل ذلك نأمل ذلك. يمكن اللحظات الأخيرة قبل 25 أيار ما هيك؟ فإذن كنا عم نحكي عن الصيغة الميثاقية الغير محترمة بنظر تكتل كامل. خلينا نوضح الأمور. بالأول الميثاق هو ميثاق العيش المشترك، هيدا الميثاق. شو يعني ميثاق العيش المشترك؟ يعني ما نمشي وفق الدستور، ما هو كيف بيترجم لآخر ما في الميثاق؟ ما نعم. بيترجم وفق الدستور، يعني بنمشي وفق الدستور وما حدا بيعطل المؤسسات وما حدا بيعطل هالميثاق العيش المشترك اللي اتفقنا عليه انه هالمؤسسات تمشي وفق ما اتفق عليه، كيف بيكون رئيس جمهورية من اي طائفة ورئيس مجلس نواب ورئيس الحكومة، وما منخل بهذا الميثاق. ما هيك انا اليوم برأيي الخلل بهذا الميثاق هو تعطيل النصاب، هو تعليق النصاب بالثلثين، وهو تعطيل المؤسسة الرأس اللي هي مؤسسة رأس الجمهورية، تعطيلها وتعطيلها مش هو بس ضرب لرئاسة الجمهورية، هو ضرب لميثاق العيش المشترك، حيث وقت اللي هالمؤسسة ما بتمشي مثل غيرها من المؤسسات بنكون عم نعطل ميثاق العيش المشترك. إذا ما نحكي بالعموميات، شو ضرب الميثاق العيش المشترك؟ شو ضرب رئاسة الجمهورية؟ ضرب ميثاق العيش المشترك إنه ما تخلي هالمؤسسة توصل إلى إنه يكون على رأسها في رئيس الجمهورية، تضل البلاد ماشي وفق الميثاق اتفق عليه من سنة 43. هيدا ضرب الميثاق. حتى ما تضرب الميثاق بدك تطبق الدستور، تطبق الدستور ما بدك تعلق رئاسة الجمهورية بنصاب الثلثين، بدك تاخديها للانتخابات مثل ما بقول دستور، وإلا بتكون عم بتعلقيها بالتسوية الخارجية، بتكون عم تقول لكل واحد شرف حط ايدك بهالموضوع. ما هيك بصير الكل بده يحط ايده، وبعدين بآخر المطاف بتقعد تعرفي لوين بلشتي ولوين خلصتي. واللافت انه قال ان ابراهيم كنعان يعني ابلغ الرئيس بانه راح يكمل بدعواته لانتخاب رئيس جمهوريه بالتزامن مع الجلسه التشريعيه ب 27 ايار. هيدا كمان يعني ما بشرفي ما بفهم بعد لليوم انه كيف ما حدا عم بيعترض، يعني انه فسرت بوضوح وما بقى رح ارجع افسرها مره ثانيه امام حضرتك وامام مستمعين. ممنوع التشريع منعا باتا بمرحله انتخاب رئيس جمهوريه، ممنوع منعا باتا، مخالفة جاسمة للدستور. نافر جدا انه 128 نائب وحكومة ورئيس مجلس، نافر جدا. احسنتي،
بشرفي احسنتي، يعني انه قلت لك اذا في شيء مش مفهوم مش عايز تساليني، ما في اوضح، واخذت كل الماده الدستوريه واضحه بشرحهم حضرتك يعني. بشرحهم طبعا وبكل قواميس. بشرفي صرت هذيك المره من الساعه 12 بالليل للساعه 3 على بكره بس تقبرم على كل القواميس، وعندي اصدقاء تشوفي يمكن تفسير للي عم بيصير، وعندي اصدقاء عم بيبعثوا لي على تليفوني صور عن الكلمات الطلبه، وانا عندي المنجد يلي عندي بالبيت بقيت 3 ساعات بس دقق بكل كلمة بكلمتها تشوف انه اخي لغويا انا فهمين مزبوط او لا، فهمين تماما لغويا وتشريعيا، وهيدا منطق الانتخاب الرئاسة الجمهورية، منطق انتخاب رئاسة الجمهورية انه هيدي المؤسسة غير ما نحط حدا على رأسها ما منفكر بغير شيء، وهيدا اللي عم بقوله، هيدا نية المشرع وهيدا اللي عم بقوله المشرع. اذا كل شيء واضح، طيب اذا كله بهالوضوح وشرحت لك اياه تشريع وما انا عم ترجم، ولكن الممارسات مستمرة مثل ما هي. ليش الممارسات مستمرة؟ لا رح اقول لك ليه؟ حس برجع بقول لك مثل ما قلت وما عم بجرب يعني يكون مسيء لحدا، كله اليوم موتر راسه ناطر التسويه، كله عنده مصلحه، كله ناطر التسويه، كله فكره يربح باللوتو، ما هيك؟ واخر ما في هاللوتو يمكن يربح فيه واحد بس، شو هالربح السخيف حس رح يخسر فيه كل لبنان، رح تخسر فيه المؤسسات، رح تخسر فيه رئاسه الجمهوريه، رح تخسر فيه انت وانا وكل المواطنين، كل لبنان رح يكون خاسر بالتسويه، كله ناطرين التسويه وقت اللي واجبهم يروحوا كلهم على الانتخاب، وساعتها وين الحيثيه السياسيه بتبين يا ست ندى؟ بالانتخاب انا قادر اقنعك، انت قادره تقنعيني، انا وياك قادرين نقنع فلان او فليتين، كل قوانا اللي عم تحكي عنها، هالقوى النيابيه، هالقوى اذا بدك الحيثيه السياسيه عم نحطها في هذا في هذه السله حتى نشوف، هون بتبين كيف بتبين قوته للواحد، كلمه قوته كيف بتبين قوته؟ اذا قادر ينزل على المجلس ويعمل تحالفاته ويقدر اخر ما في يكون عنده المرشح بقلب الجلسة. أحسنتي. رح نرجع لعن زميلنا بسام أبو زيد اللي يبدو اللي معه النائب سيرج تور ساركيسيان. النواب 14 أدار بلشوا يوصلوا بوتيرة أسرع لمجلس النواب، وعلمنا المسبق بسام وعلمنا كلنا المسبق صحيح. أنه لن يكون هناك من جلسة، يعني قد تكون الجلسة التي عقدت يوم أمس الجلسة التشريعية اللي لها علاقة بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وامتدت إلى ساعة متقدمة من الليل، هي يعني اللي أتعبت النواب أكثر ما أتعبهم الاستحقاق الرئاسي، مشان هيك يمكن اليوم بعض النواب تأخروا يمكن شوي ليوصلوا على مجلس النواب، بس بدأ يعني وصول هؤلاء النواب للمشاركة بهذه الجلسة، جلسة عدم اكتمال النصاب وتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية. النواب يلي صرت أحصيتهم لحديت هلا وصلوا إلى داخل مجلس النواب بلغ عددهم نحو 19 نائب، فيما يعود إلى جانب النائب سيرج تور ساركيسيان يلي هو مواظب على حضور هذه الجلسات يلي ما عم يكتمل فيها النصاب. ما يئست بعد من المجيء إلى مجلس النواب وزملائك ما عم يجوا؟ يئس، وبلشت بكلمة مهمة، يعني أنه ما لازم النائب يتعب بحضور الجلسات لأنه هذا واجبه إن كان على صعيد إقرار السلسلة والقوانين، وواجبه أيضا أنه يصوت. هلأ هون نحن منحمل مسؤولية واضحة لكل شخص، لكل نائب ما عم بيجي بيحضر، مش بس لأنه هذا واجبه الدستوري واجبه النيابي، لكن أيضا هذا واجبه المسيحي الأول، هذا المقعد الأول للجمهورية اللبنانية بالنهاية مرتبط بوجود المسيحي أيضا بالمنطقة وبلبنان، وما بيجوز أن نستمر بهالطريقة. بالنهاية نعم في أجواء إيجابية بالبلد، بعض الأماكن عم نحاول نحن نتواصل مع بعض تنوصل لنتيجة، والنتيجة هي أنه التواصل لا يكون عندنا رأي جمهورية، لكن من ناحية تانية أيضا التواجد هون وعدم تعطيل المؤسسات أمر ضروري وأمر أولي للاستمرار بالمؤسسات، هل هو بكل بساطة شارع المسيحي مؤمن بوجود المؤسسات، ودون المؤسسات ما في وجود للبنان ولا لها الطبقة المسيحية هيدي. في تواصل عم بيصير بين يعني مختلف الفرقاء، وانتم كمان عم تتواصلوا، يعني مش انتم بس، تيار المستقبل كمان يعني عم يتواصل مع العماد ميشيل عون، وهلا في اجتماع داخل قاعه مجلس داخل مكتب الرئيس نبيه بري بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. يعني الى اين ستؤدي كل هذه الاتصالات، خصوصا انه مستمره من فتره ولكن بعد ما وصلت لنتيجه؟ في شغله واحد بيضل عم بيحاول، بالنهاية إذا أنا بجي بترك الأمر وبقول إنه الدول برا هي بدها تقرر عني، هيني القصة وبلاها وبطلع منها ببراءتها وبوضوح هيك إنه ما اتصلنا وما وصلنا لنتيجة لأنه في دول هي بدها تقرر عنا وانتهت القصة. بس السعودية وإيران رح يقرروا، بس إنه مش هيك القصة. بالنهاية في عنا نحن استحقاق مهم،
ونحن مصرين على انه يكون مش بس انه بدنا اياه لبناني واللبن ومش هيك القصه، بس اذا فينا نتوصل نحن على من الداخل نوصل لنتيجه حول الرئاسه لازم نحاول للنهايه، لكن اكيد ضمن شروط الرئاسه الاولى. وهي شو الشروط؟ يعني خليها تكون واضحه، بدنا كمان الشخص اللي بيجي بيمثل يكون كمان عنده وزنه، مش بس نحن بنقعد نحصر القصه عبر الاربع اشخاص، يعني بس انطلقنا من مبدا انه شو الرئيس جمير والعماد عون والدكتور جعجع لا مش بس هيك، بالعكس بدنا ننطلق من هذا التمثيل من هالاربعه انه بده يكون عنده وزنه، بينما الاسماء بعض الاسماء خلينا نكون صريحين مطروحه شيء بيخوف. يعني هلا ما في انتخاب رئيس الجمهوريه، بلشنا المهله اخر 10 ايام للولايه، ما في انتخاب للرئيس. هلا ليك ما في اي نائب بيطلع يجزم انه ما في رئاسه، ما حدا بيعرف، وممكن الخرق يتم باي وقت، بلكي توافقوا فرض مره، بلكي صار خرق معين، لانه مثل ما مبين الاجواء المباحثات مستمره، وبالنهايه نحن بس نجي بس يوصل رئيس من هالسله من سله الاربعه اللي هن قالوا التمثيل الكافي، بنكون نحن عملنا انجاز كبير بالبلد. طيب في حال حصل الشغور، الرئيس بري داعي لجلسه ب 27 ايار مشان مناقشه السلسله، استكمال مناقشه السلسله. كانوا نواب مسيحيين بمختلف التيارات وبمختلف الكتل، راح تحضروا او انه هذه المساله ميثاقيه لانه ما في رئيس جمهوريه؟ هلا سؤال جيد جدا، هو موضوع حضور النواب المسيحيين هو مرتبط بوجود الرئاسه، يعني بدنا نربطها هيك نحن. بالنهايه وجود الرئيس هو وجود لرأي معين بالبلد حول القوانين جميعا، يعني لأنه بالنهاية نحن بمجرد الحضور أو عدم الحضور أو إقرار قانون معين وعدم وجود الرئاسة معناتها نحن الرئيس ما عم بيقدر يطبق الحقوق الدستورية، لأنه يعني منه موجود. مثلا موضوع الطعون، موضوع رد القوانين، هذه كلها ما فيها الحكومة تعملها، لكن بالنهاية كمان بدنا ننظر شق صغير للبلد لمصلحة البلد، موضوع يعني نفوت بالموضوع عبر عنصر الضرورة، إذا كان لازم هالوضع إقراره من أجل يعني خلاص نوعا ما البلد من أزمة اقتصادية منفت له ما في أي مشكلة. شكرا للأستاذ سيرج. شكرا. يعني ندى مثل ما سمعت يعني وعم بيشوفوا كل المشاهدين انه يعني اصبح الامر محسوم، اصبح الامر معروف انه كمان اليوم لن يكون هناك نصاب لعقد جلسه لانتخاب رئيس للجمهوريه، الاتصالات متواصله، قد تفضي الى نتيجه وقد لا تفضي الى نتيجه. على كل حال كان بهالاثناء بسام دكتور فتفت عم بيصرح برا عم بيقول الاتصالات هي تؤدي الى التاكيد على ضروره انتخاب رئيس يعني من دون ان يكون اتفاق على شخص ما، طبعا بالاشاره للقاءات اللي عم بتصير بين تيار المستقبل وتكتل التغيير والإصلاح أو مفادي العماد عون. نحن رح نرجع لك يعني على كل حال. يبدو أنه نعم. الأمور يعني مش سهل كتير، يبدو فعلا. أنه الأمور معقدة، لا أدري ما إذا كانت يعني اللقاءات الخارجية لسيما ما قد يحصل بين السعوديين والإيرانيين سيكون له التأثير الكبير على هذا الموضوع. نحن بنرجع لك على كل حال بسام، بهالوقت كان كمان كثير نواب عم بيوصلوا طبعا من 14 اذار ومن 8 اذار، بس بطبيعه الحال يعني النواب نفسهم من 8 اذار اللي كانوا عم بينزلوا بالجلسين السابقتين وما كانوا عم بيفوتوا على القاعه. لفتني كلام من نائب سيرج تور ساركيسيان بما يتعلق بجلسه تشريعي ب 27 ايار، قال انه حضور النواب المسيحيين لجلسه تشريعيه مرتبط برئاسه الجمهوريه، هل يمكن هذه الجلسه التشريعيه ان تعقد بغياب النواب المسيحيين او كمان هون يطرح موضوع الميثاق وهو يعطل هذه الجلسة؟ عم نحكي بجلسة تشريعية هون. أنا معك، بس ليش بدي روح إلى طالما هي صارت أمر واقع يعني. ليش بدي روح أنا لحو أشياء ممكن إلها علاقة بمذهبيات أو إلها علاقة بوقت اللي بقدر روح أنا مباشرة على المادة الدستورية؟ ليه بدي أولها؟ يعني أنا يلي ما بفهمه اليوم انه ليه بدي لف ودور بمذهبيات وبطائفيات وبمدري شو وباقوال وقت اللي الماده الدستوريه بتغنيني عن كل هالشيء. انا بشوف شو الماده الدستوريه بتقول. الماده الدستوريه بتقول لا تشريع عند لحين انتخاب رئيس الجمهوريه، يعني من 23 نيسان لحين انتخاب لا تشريع ابدا. ما انا بطبقها، ليش بدي فوت ولف واحكي بأشياء؟ هي مش مطبقه، حضرتك بتطبقها، رئيس المجلس مش عم بيطبقها، عنده قراءه اخرى، حدد جلسه ب 27. بدنا نسمع نائب عبد المجيد صالح. يعني يفترض انه يعني اهل الحل والربط اللي شايفين الاوضاع لوين بتودي يعني يخلصوا. يعني بتقديري يعني اليوم يفترض انه كنا العشرة ايام بعد بيكون عندنا فرصة نحن اللبنانيين، يعني الصناعة اللبنانية صناعة في لبنان، لأنه يعني ما حدش يعني إنه أهم ما يمكن بموضوع الاستقرار الرئاسي إنه تكون لمسات لبنانية. الأغلب كله عنده هالمصلحة،
بس يبدو انه دوليا واقليميا يعني مشكله لا ادري من الوضع بلبنان يعني. يعني هلا في مجال لانه يصير شيء يعني في معطيات في اتصالات عم تصير؟ لا وهي اكيد في اكثر من طرف واكثر من يعني ناس عم 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 يعني عم تتواصل لتكسر يعني هذا المشهد السياسي اللي قائم حتى الان لانه ما راح يعدي لنتيجه يعني. مؤسف انه ينحكى صناعه في لبنانيه وصنع في لبنان يعني هيدا الموقع الاول في البلد. طب هي مهندستنا وبعدين بسمعهم عم بيحكوا فكر عم ننتخب رئيس الامم المتحده نحن بس فوق هيدا لا بالنسبه لنا لازم يكون اهم رئيس واهم موقع بس المؤسف انه كمان باعتراف النواب انه يعني حلو ليك مثلا النائب عطوه زهر نائب قال لهم مسكين من بعض فايتين سوا بس هن بايدهم النصاب او الاصرار او اتجاه رئيس اللي عم بقوله بهالكلام انه نحن متهمين بتعطيل شو بعض بكل المحلات اليوم لو في امكانيه انتخاب رئيس كنت بتقولي عم نعطل في شيء مرشح اليوم عنده 65 نائب ونحن واقفين بدربه اليوم في امكانيه عقد جلسه انتخاب ولكن تتكرر فيها ذات النتيجه ما في عم نخلق ظروف حتى يصير في امكانيه انتخاب رئيس ان شاء الله تتوفر باسرع وقت بعدها مستمره ان شاء الله الاسبوع المقبل بيكون تطور شيء ولا ما تطور ما ننطر حتى يستجد هالشيء كل الاتصالات اللي عم تصير اليوم بين الكتل السياسيه باتجاه تجرب تبلور ظروف نفوت على جلسه نقدر ننتخب فيها رئيس مش بس جلسه نصوت فيها ونطلع بذات النتيجه. بتعتني بتعتبر انه هن عم بيعطوا بتاسف يعني كان لازم رد قدامه انا نحن بعدنا مصرين انه لا يمكن انتخاب رئيس منزل من خارج المجلس النيابي مهمه هذا المجلس الاجتماع دوره 2-3 بجلسه واحده ربما بتتغير الاتجاهات من خلال النتائج اللي بتبين بقلب القاعة ونوصل لانتخاب رئيس كل السوابق هيك كانت باستثناء مرحلة التعيينات اللي بدنا نخلص منها مرحلة التعيينات الوصاية السورية مفروض تكون صارت ورانا إلى الأبد والمجلس النيابي بملء حرية مكوناته السياسية والفردية لأنه عنا نواب مستقلين يعملوا محاولة وأكثر للوصول إلى رئيس الجمهورية قبل انصرام المهلة الدستورية لأنه بإيدنا عم نعمل عمل إضافي بهدم الثقة هدم الديمقراطية ونتائجها المتوقعة. بعد عندكم أمل بعد عندكم أمل بالقوات اللبنانية بعد عندكم أمل إنه نحن بالقوات اللبنانية قلنا ونعيد وكمان ردا على أحد الزملاء عم ينطرح إنه العماد عون مرشح وفاقي نحن كمان منقول سمير جعجع أمين الرئيس. جميل بطرس حرب الرئيس. أي شخصية حاملة مشروعنا مطروحة للتوافق وليس للتحدي من أجل بناء هذه الدولة ومؤسساتها يتفضلوا يسمون لنا شخصية ملتزمة ببرنامج 14 أدار اللي هو لبناء دولة كل اللبنانيين والمؤسسات لمصلحة كل الشعب اللبناني وساعتها بتصير الأسامي شغلة سنوية عنا ترشيح سمير جعجع لإيصال المشروع وليس لتحدي أي طرف لا ب14 ولا خارجها يعطيكم العافية. شو تعليقك دكتور رحمين يعني اللي بتعرفي كيف بختصر كل هالكلام كل هالمشهد كل هالمشهد الدخول إلى الجلسة الدخول إلى القاعة العامة هو الوحده اللي بأمن الظروف الانتخابية وبيعطيها الطابع اللبناني الصرف اللي بيقولوا لك بعد عم نشتغل على تأمين الظروف لندخل شو تأمين الظروف الدخول إلى الجلسة ما هيك والمباحثات والمفاوضات وكل هالأمور بالجلسة هي اللي بتأمن هذا حرص على الاتيان رئيس جمهورية وليس مقاطعة للمجلس المجلس ما بيتقاطع من قاطع أي عمل يعرق الانتخاب رئيس ونسعى لإيصال رئيس الجمهورية الديمقراطية يعني اليوم معقولة بانتخاب رئيس جمهورية لبنان ما هيك وهذا فخر لكل لبناني نقعد نحكي كلام عن إيران وعن السعودية وعن دولية وعن نائب التربية التحرير عبد المجيد صالح عم بيقول بعد يعني دوليا مستوى دوليا وإقليميا هيدا واقع الحال يمكن يعني كأنه الكلام عن انتخاب رئيس للأمم المتحدة نحن عن كلام بشرفنا هو كلام عن انتخاب رئيس جمهورية لبنان من مجلس نيابي لبناني شرفوا فوتوا على القاعة والظروف بتهيا حكما بتهدى الظروف بالقاعة
انما الظروف بالقاعه بتصير تتهيأ من وراء انتاجيه لبنانيه، من وراء عمل لبناني، من وراء مفاوضات لبنانيه، مش وراء انتظار للتسويه. يعني من اولى ومنكررها، بس المؤسف انه كل هالكلام انا برايي ما بيؤدي نتيجه. بدكم نتيجه بتحكوا عن فوتوا على قاعه الانتخاب، بصير في انتخاب، بصير في تفاوضات لبنانيه، وبصير في شد حبال لبناني، بصير في تحالفات سياسيه لبنانيه، وبصير في نتيجه اخر ما في لبنانيه خلاصتها انتخاب رئيس جمهوريه من قوى لبنانيه تقدر تكون هي عامله معه. دكتور جعجع يلي اعلن ترشحه وبرنامجه وكل هيدي الامور ونزل على مجلس النواب وايدته 14 اذار، البقية عم بيطرحوا حالهم كرؤساء توافقيين، ومشان هيك ناطرين التوافق اللي واللي قالوا نائب العون انه بنخلق ظروف لندخل لجلسه ننتخب فيها رئيس، انه التوافق الديمقراطيه التوافقيه التوافق يحكم العمليه الانتخابيه. شو هو الرئيس التوافقي؟ في رئيس بالانتخاب. هلا الرئيس بده يجي بالانتخاب، هو رئيس لكل لبنان. انا هيدي كثير اساسيه، وحدا يفكر انه بيجي رئيس منتخب من فريق وهو رئيس هذا الفريق، لا، هو يعمل مع هذا الفريق لمصلحه كل لبنان. رئيس جمهوريه هو رئيس جمهوريه كل لبنان. ديمقراطيا بكل بلدان العالم بوش انتخب على فرق بامريكا كم صوت صار على 50.00001 صار رئيس جمهورية أمريكا، عمل رئيس جمهورية أمريكا لكل لبنان. فرانسوا أولاند مثله بينتخب على 1% فرق بصير رئيس جمهورية فرنسا كل فرنسا. الديمقراطية هي بالنصف زائد واحد، ما في ديمقراطية الثلثين. وين شفت هيدي أحادية صارت توتاليتارية ديكتاتورية؟ وين شفتي الديمقراطية بالبلدان العالم كلها بالثلثين؟ كل هالكلام كله كلام جميل ومبهم. بدكم انتخابات، بدكم رئيس جمهورية فعلا يمثل إرادة اللبنانيين ويمثل قوى لبنانية ويكون لكل اللبنانيين، ويكون قادر أنه ينفذ مشروعه من خلال المجلس النيابي. شرفه فوتوا على المجلس النيابي، وجوا يضل في ترشيح وانسحاب ومفاوضات حتى هالقوى تغرب لبعضها، وتصور هي كل هالقوى إذا بدك عاملة حيثية مع مرشحها. بصور عندك آخر ما في مرشحين، وهالمرشحين يلي بيقدر يخرق بآخر ما في على التاني بعد دورات ومفاوضات، ودايما بدهم يضلوا ينقوا الأحسن اللي عنده هالقدرة، بيكون عم بيشسد هذه القوى اللي هو إذا بدك متحالفة معه لوصوله. بس من وقت ما بيوصل بصور رئيس جمهورية لكل لبنان، إنما صاحب مشروع هو هالقوى بدهم يتجموه، وهذا المشروع إذا منه مشروع لبناني منه مشروع، بدهم يكونوا عم يتجموا مشروع لبناني لمصلحة الجميع. إذا كل هالكلام طالما برات المجلس ما له قيمة، كله ناطرين التسوية، معني برجع بشدد كله ناطرين التسوية. الانتخاب في القاعة يعني قال قصدا أو سهوا أنه كله ناطر التسوية. بنرجع لزميلتنا رنيم أبو خزام. رنيم، هلا يمكن تغيرت الأرقام عندك، لأنه شفنا صار في عدد أكبر من النواب عم بيحضر، بس أكيد الكفة مرجحة لناحية 14 أدار والمستقلين. عجقت أكثر يعني. هلا النائب عماد الحوت كمان عم بفوت هلا، يعني صار العدد عندنا 47 مش 46 من اصل 128 نائب. ندى كمان مثل ما عملنا قبل، رح نرجع نشوف كيف عم يتقسموا على الكتل السياسيه الكبيره اذا فينا نقول. عدد نواب 14 اذار الحاضرين صار عددهم 24 من اصل 54. رح نشوف من بعد 14 اذار عدد نواب 8 اذار قديش صار عدد نواب 8 اذار 13 من اصل 57. وبرجع بذكر عن جديد انه نائب نواف الموسوي اللي هو من عد اسمه بين 13 غادر المجلس النيابي، واكيد يعني النائب ابراهيم كنعان كما اكد انه هو لن يدخل الى الجلسه. شفنا نبيل الأولى كمان، يعني أكيد فعلا هو شفنا نائب ألاعون كمان موجود بين يعني معدود من ضمن 13. عدد النواب المستقلين الحاضرين لحد هلأ صار 10 من أصل 17، وما في حاجة أنه نرجع نذكر بأنه هناك نائبين من راح يكونوا غايبين. إذن ندى، التعداد لحد هيدي الساعة، التعداد الكامل من 14 أدار عندنا 24 نائب من 8 أدار 13 نائب، المستقلين 10 نواب، بعد عندنا غياب 81 نائب. يعني بعد فيه تقريبا قد ايه 10 دقائق لحتى تبلش الجلسه الساعه 12 لنشوف كيف رح يتغير العدد. ندى شكرا لك رنيم، اكيد بنرجع لعندك بعد شوي. الساعه 12 مفروض يعني يكون هو موعد الجلسه، بدق الجرس بمجلس صحيح. النواب بينطر الرئيس بري هون بعامل الوقت بالنطر بس بدق الجرس، بس بدلوا تلاميذ بالفرصه ولا مش هيكبين هالتلاميذ. طب هون بعامل الانتظار، يعني قد رئيس المجلس كمان عنده إياها أنه مفتوحة أو بوقت محدد لازم ينتظر تيتأمن النصاب.
يعني هون ما في شيء اذا بدك لا بينطر ما مفروض ينطر رئيس المجلس ربع ساعه ثلث ساعه 25 دقيقه اذا فعلا ما هو معروف انه ما في نصاب مش انه هي لولا شغلي فيها حتى امكانيه ما هيك او في او ماشي بوفق الدستور وفي هن موجودين بس ناطرين مفاوضات تيفوتوا بينطر ساعه وساعتين النصاب ما هيك لولا في ما هي مبين ما في نيه لا انه بدنا نحكي عن موضوع مبعود له اذا بدك حيسيته اذا النيه ما النيه معروفه منا موجوده نية معروفه يعني. مش موجوده ما في نصاب ولا بكره هو بحين ترمي الغداء بينطر له ربع ساعه بقول ما في نصاب وبيترك المجلس نيابي لاي مش حس في نية للنصاب حس ما في نية للنصاب لشو بده ينطر ساعة أو ساعتين ما زال عارف تماما أنه ما في نصاب حس كل الموضوع حط خارج إطاره الدستوري خارج الإطار الدستوري والمنطقة وطالما يعني الأمور خلاص بلشت عم بتفوت بالمحظور يلي يسمى المحظور ما في توافق وكل حدا عبر لافت المشهد كان قلاعه ونواصل مع نائب أنطوان زهرة كل واحد عم بيحكي بوجهة نظر مختلفة عن الثاني تمام بس بدي أفهم ليه الكلام عن التوافق ليه الكلام عن شو التوافق التسوية التعيين واقعيين دكتور حنين ما التوافق هو يلي عم بيرعى الوضع اللبناني تحديدا من 2005 تحديدا من بعد تسوية الدوحة تحديدا من بعد اللي صار بسبعة أيار عم يفرض على اللبنانيين يقعدوا مع بعض وقال لك إنه راحوا يدبحوا بعض لا مش هيك الموضوع لا اليوم انت اللي عم تقوليه صحيح بس يعني بدنا نضلنا نحن مهددين انه يا ما منطبق الدستور يا بدنا نوصل لقضايا عنفيه ليش هون اذا اللي عم بيحكوا عن الميثاق يعني اخر ما في مش عم بيحترموا الميثاق اذا الميثاق اتفقنا عليه من 43 بهالشكل ليش لكن ضرب الميثاق عم بحكي عن اللي عم بيضرب الميثاق بعدم تطبيق الدستور وبانه عدم احترام موقع رئاسة الجمهوريه ما فينا نضلنا اذا بدك نخوف بعضنا باشياء في ناس بتستحي تقول انه صارت المواقع المسيحيه وتحديدا رئاسة الجمهوريه وعذرا على التعبير وابدا ما بقبل على نفسي اتبنى هالتعبير انه مكسر عصا مين ما كان ايده طايل عليها مع انه لازم بس تقلك شغله ليه بدنا نضل نخوف بعضنا باشياء ليه بدنا نقول وعم نمشي على القانون بنمشي على القانون رح تصير كرسي يي اوعى تطبق الدستور ما هيك اذا واحد حكى اوعى تطبق الدستور بتطبق الدستور رح تصير كرسي خلي لشو ما لشو بلد كله خارج عن القانون بدك انه ايه بس انا معك ستنا بس ليش دائما هالتخويف انه اوعى حدا يطبق الدستور ما هيك عيب واحد يطبق الدستور بدنا نفوت بكرسي اوعى حدا يطبق القانون ليش ثقافه اللا دستور للقانون هل هالثقافه رح تحمينا اكثر من ثقافه موضوعيه قانونيه ودستوريه احترام ميثاقنا اذا عم بيحكوا عن ميثاق وهو احترام الميثاق من احترام الدستور وتطبيق الدستور اذا بدنا نعيش بالخوف ما بقى بنعمل شيء هالشو ما بدك تعمل لك لا انتبهي بده يصير هيك هيدا صار الجو اليوم بالبلد وهيدا الجو لازم نبعد عنه تنبعد عنه بدنا نفوت حكما كلنا نرمي حالنا بالقانون بدك تبلش من قانون انتخابات تغير هذه الطبقه رح نرجع عند زميلة بسام ابو زيد ولكن بدنا نرجع نشوف انه في دكتور جعجع من معراب ناطر الساعه 12 عم بيتابع وقائع ما يجري بمجلس النواب في عنا تحرك كمان أمام مبنى النهار للمجتمع المدني قدام مبنى النهار كمان يعني بموضوع الاستحقاق الرئاسي ويمكن يطالب هذه الطبقة السياسية بأخذ الموضوع بأكثر جدية والحركة خارج المجلس يعني بلشت يمكن تصير أخف لأنه بلشت تصير واضحة المعالم مين سيحضر ومين سيكون غائب رح نشوف مع زميلنا بسام أبو جديد آخر الأجواء بسام أديه صار في نواب بالقاعة أديش في نواب بالبهو عم بيتجولوا يعني حول القاعة بالمجلس النيابي يعني يمكن تجاوز عدد النواب 50 نائب اللي وصلوا إلى مجلس النواب البعض منهم موجود في القاعة البعض منهم كما ذكرت موجود في البهو الداخلي دعيوا الزملاء المصورين يعني لحتى يفوتوا يصوروا بداخل القاعة وجود النواب اللي حضروا اليوم مشان يشاركوا بهذه اللا جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية معي إلى جانبي هون النائب علاء الدين ترو أول شيء إلى أين ستوصل المحادثات بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جملاط هل ستوصل إلى تفاهم يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية أم إنه بعض الأمور متباعدة طبعا هذا البحث المتواصل بين رئيس مجلس النواب
سيد نبيه بري ورئيس الحزب الاشتراكي ولي جملاط هو منذ فترة وسيستمر حتى نجد المخرج الملائم لانتخاب رئيس الجمهورية قبل 25 أيار، لأن الاصطفافات الحاصلة في البلد بين فريقي 14 الذي يرشح الدكتور سمير جعجع وفريق 8 أدار الذي يرشح ضمنا العماد ميشيل عون، يجب أن يقتنع هذان الفريقان بأن ليس هناك أي أمل لمرشحيهما بالوصول إلى سدة الرئاسة، ويجب أن ينطلقوا إلى البحث الجدي والموضوعي من أجل إخراج الاستحقاق من عنق الزجاجة ومحاولة إيجاد رئيس للجمهورية يكون للجميع قادر على التحاور مع الجميع من أجل الوصول إلى رئيس الجمهورية ومنع التداعيات التي ستحصل بعد 25 أيام. أنتم مع المرشح الوسطي أو وصول رئيس وسط؟ نحن مع الرئيس للجمهورية، رئيس لكل اللبنانيين بدون استثناء، يستطيع أن يتحدث مع 14 ومع 8 أدار بكل حرية ويتحدث مع كل اللبنانيين بكل حرية، لأن لا يمكن في ظل هذا الانقسام العمودي الحاصل أن يصل أي رئيس لأي فريق من المنقسمين. بتحاولوا مرشحكم الأستاذ أنري حلو أنه تقدموه بهذه الصورة؟ بنتمنى نحن طبعا لما بيكون عندنا شخص مثل هنري حلو بترشحه جبهة نضال الوطني، هذا التنوع اللي موجود بالجبهة نتمنى انه يوصل، لكن اذا ما كان في استحالة لوصول السيد هنري حلو نحن جاهزين للقيام بما يلزم من اجل تمرير الاستحقاق قبل 25. بس ما بتمشوا لا بالدكتور جعجع ولا بالعماد عون؟ نحن مش نحن اللي ما بنمشي، نحن نص اللبنانيين اللي عم بيعطلوا النصاب، نحن عم نجي على المجلس النيابي اللي من اجل انتخاب رئيس جمهوريه، اذا كان الجميع او القسم من الجميع لا يحضر الجلسات هو الذي يعطل النصاب وليس نحن، هو الذي يعطل الانتخاب وليس نحن. شكرا. يعني إذن بسام الحركة عندك صارت هيك عاجقة شوي، بس أكتر طبعا خارج القاعة، وقد ما يكون النصاب اليوم هل متوقع يكون مثلا يوصل العدد ل 80 نائب لأنه عدد المسافرين أقل؟ يعني لا يمكن التكهن بكل هذه الأرقام، ربما يصل العدد إلى نحو 80، ربما أقل من 80، ولكن أنه معروف من هي الجهات التي يعني تشارك في هذه الجلسة. وصلت بسام نائب ستريدا جعجع، بس يعني لك نعم، يعني اليوم عيد ميلاده بيقولوا للنائب ستريدا جعجع كمان. كان يعني لازم اليوم مثلا تكون الكادو مثلا من الشعب اللبناني وما من النواب اقل بتامين النصاب وتكون لعبه ديمقراطيه. رئيس مجلس النواب بركي، رئيس مجلس النواب نبيه بري بيحتفل يعني بعيد ميلاد السيده ستريدا جعجع داخل القاعه، هيك بيكون النواب عملوا شيء. يمكن بيقدر النواب يفوتوا على القاعه اكثر. ممكن. على كل يعني انه يعني اصبح معروف واصبح واضح انه لن يكون هناك انتخاب لرئيس الجمهوريه في هذا اليوم الاول من الايام العشرة الاخيره من ولايه الرئيس ميشيل سليمان. راح ننطر الايام الجايه يلي أو الموعد المقبل اللي راح يحدد الرئيس. الموعد المقبل والأيام الجاية يمكن يحدد موعد، يمكن يحدد أكثر من موعد، ولكن علينا أن ننتظر نتائج الاتصالات. ولكن يعني كان واضح من 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 كلام كل النواب إنه هذه الاتصالات يعني لم تحقق بعد أي تقدم يتعلق بمسألة التوافق على رئيس للجمهورية. نذا على كل حال بسام نحن بنرجع لعندك. أنا برجع بذكر إنه نحن يعني عم نتابع مباشرة وصول النواب. هلا النائب جورج عدوين وصل لمجلس النواب. التحرك المجتمع المدني قدام مبنى النهار يلي عم بيحكي عن مسرحية الفراغ الفصل الرابع وما سمى العرض المسرحي المستمر بساحة النجمة. فعلا يعني الأمور عم تتحول مسلسل أو فيلم أمريكي أو تركي طويل، معودين هلأ صرنا على المسلسلات التركية. ومعنا صورة مباشرة من معراب الدكتور سمير جعجع، يعني عم بيتابع عبر شاشات التلفزة وقائع ما يجري بساحة النجمة أو تكرار ما يجري يعني بساحة النجمة للمرة الرابعة التوالي. ورح يكون بعد شوي مع زميلتنا دلال معوض الموجودة بمعراب، ورح نشوف آخر الأرقام هلأ مع زميلتنا رنيم بخوزام. يعني صارت 12 على الأد يعني موعد الجلسة. رنيم، قد صار في نواب حاضرين بمجلس النواب من 14 من 8 ومن المستقلين؟ نعم، يعني بداية ندى العدد الإجمالي لحد هلأ اللي صاروا حاضرين هو 66 نائب، يعني أقل ب 20 نائب من النصاب المطلوب لانتخاب رئيس لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. خلينا نشوف كيف مقسمين هود النواب على الكتل السياسية الكبيرة. عنا بداية من 14 أدار 41 نائب من أصل 54. هلأ رح نشوف ب
8 أدار في النائب معين المرعبة، يعني صرنا 42 من 14 أدار 100%. هلأ بنواب 8 أدار صار عددهم 14 نائب من أصل 57، ومن بعدها رح نشوف المستقلين قديش صار عددهم. عدد النواب المستقلين اللي وصلوا لحد هلأ هو 11 نائب من أصل 17، يعني تعداد الكل لحد هيدي الساعة في عنا نائب علي عسيران عم بيدخل بهيدي اللحظة، يعني عدد نواب 8 أدار عم بيزيد. عنا من نواب 14 أدار 42 نائب، من نواب 8 أدار 15 نائب، المستقلين 11 نائب، بعد عنا غياب ل 60 نائب. ندى منرجع لعندك، نرجع منشوف معك طبعا الحصيلة النهائية، وبدنا نشوف قديش الرئيس نبيه بري راح ينطر لا يأمن النصاب، وبدنا ننتقل بعد شوي لزميلتنا دلال معوض إذا تأمن الاتصال معه تنشوف الأجواء بمعراب، حيث الدكتور جعجع عم بيتابع مباشرة شو عم بيصير بساحة النجمة. يعني كنت عم تحكي عن مسلسل تركي، ومسلسل تركي وغير مدبلش حسب حدا يعني حوار ترشير ما كل واحد عم يحكي بوادي ما هيك قبلك كمان ساعات النايب نواف الموسوي كان جاي يعزي. أنا الحاقة اللي قاله زميلي سيد نواف الموسوي بيقدم واجب العزاء بمين؟ بوالدة سعادة الأمين العام لمجلس النواب. يعني دكتور احنا هيدي يعني تعزيه بالديمقراطيه، معلي هيدي تعزيه بالديمقراطيه، تعزيه بالدستور، تعزيه بمصلحه الوطن اللبناني. غير مقبول النواب يستهزئوا هالقد بمصلحه المواطن اللبناني. ورجع يحكي يعني هلا النائب عباس هاشم، يا ريت بيكون هيك منظومة القيم تفرض نكون متماثلين مع أنفسنا. أي ترشيح يؤدي إلى صدام هو ترشيح القصد منه إسقاط الجمهورية. نحن على الأقل مناقبيتنا، أخلاقنا، قيمنا ما بتسمح لنا أن نركز على مبدئية الوفاق كشرط أساسي لعملية الولوج لعملية تحقيق هذا القصد. سعادة النائب، والفراغ ما بيؤدي لإسقاط الجمهورية؟ بالعكس، أول شيء بالنص الدستوري هناك شغور، وعند الشغور تناط صلاحية المقام بمجلس الوزراء. بس روحية الدستور أنه يكون في رئيس، المشرع أخذ بعين الاعتبار هيدي النظرية حتى يمنع عملية السقوط. بس سعادة النائب بروحية الدستور المفروض يكون في رئيس، يعني الدستور صحيح، هذا اللي عم نسعى له، هذا اللي عم يسعى له. وبالتالي العماد عون بمناقبيته بأخلاقه بالتزامه بخيمه من أول يوم قال أنا إذا ما أيدوني تيار المستقبل لن أكون مرشحا. هذا الموضوع توافق الرئيس فؤاد السنيورة وصل رئيس كتلة المستقبل، يعني معلش مؤسف مرة جديدة نرجع نحكي أو نتعاطى بهذا الاستخفاف بغض النظر عن الرأي إذا بدك رئيس توافق ومفاوضات تسبق الجلسة أم لا، بس نواب يسمحوا لنفسه نواب الأمة بالقول أنه واجب تعزية أو بنزل على المجلس أشتغل وكأنه ما في شيء. تماما، يعني الحقيقة بنرجع بنكرر أنه أنا بالنسبة لي هيدي تعزية بالديمقراطية، تعزية بالدستور، تعزية بمصلحة البلاد. النايب بده يكون محترم تماما مهمته، نيابة رسالة آخر ما فيه، نيابة مش مسحة، مش شغلة واحد بيعبس فيها أو بيلهو فيها، نيابة رسالة بده واحد ما يقدر ينام على 4 سنين مدة الوكالة وقت تكون نايب، حيث بده يكون حريص على مصلحة البلد، حريص على تطبيق الدستور، حريص على أنه ناس يعني يقدر ينقل فيها من ما هي عليه إلى الأفضل. ما بيقدر واحد ينزل بهالطريقة يعني يقول كلام هالقد بسخف من رسالته، من موقعه، كما يسخف من يعني من النواب الله يرحم والدة أمين عام مجلس، ولكن النواب كان بإمكانه أنه معلش يقول أنه نازل كلنا رح ننزل نازل نازل قد واجباتي كنائب، ولكن شخص ممتاز وشخص بموقعه ممتاز كلنا نازلين نعزيه، بس أنه وقت بيكون في انتخاب رئيس جمهورية مش هيدا وقت تعزي. على كل حال بيحترم اللي بده يعزيه بيروح بعزيه محل ما عامل جلسة التعزية، هو معين وين جلسة التعزية، وأنا رح أنزل على محل ما معين جلسة التعزية، مش هو معين جلسة التعزية بالمجلس النيابي أبدا بهيدا الوقت وبهيدا أبدا لا بهيدا الوقت حسو بيحترم حاله. أنا الرئيس تمام سلام، بدي أسأل حضرتك يعني النائب عباس هاشم
هشام عم بيقول انه العماد عون بده التوافق، واذا لم ينتخب لم يرشحوا تيار المستقبل، يعني هو لم يترشح، يعني فعلا المرشحين ان كان هو كان رئيس جميل وان كان لم يعلنوا نفسهم صراحه هالامر، بيعرضوا نفسهم كتوافقيين. النائب روبير غانم عرض حاله كويس كرئيس توافقي، كله كويس خلينا ننزل بكل هالتوافقيين، ما هيك، وبكل هالوفاقيين ننزل فيهم كلهم على المجلس، ومنقول للنواب انتخبوا، مبلشوا ينتخبوا، ومنشوف شوي شوي ما هيك مين والله توافقي اكثر، او مين وفاقي اكثر، او مين مرغوب اكثر، او مين ممكن ياخذ من الغير اكثر، او مين ممكن ياثر على الوسطيين اكثر. خلينا ننزل كله هيدا، انا ما عندي مشكله فيه، انا بدي رئيس جمهوريه منتخب من المجلس النيابي وفق الدستور اللبناني، يجي مع حيثية الأكثرية النيابية ويقدر يملي هالكرسي باحترام ويقدر يعمل مشروع. ما هيك هلا بتقولي انا ما عندي مشكله بالموضوع، خلي النواب هن يشوفوا كيف بدهم يعملوا تفاوضاتهم، وقت اللي القوى الاساسيه عم بتحط قوطه بالمفاوضات ما بقى فيك تقولي انه هالشخص اللي بده يجي ما راح يجي ممثل حس اخر، ما في جاي باراده لبنانيه فعليه وباراده القيادات اللبنانيه. اذا اللي عم بتقولي انا ما وصلتنا، انا ما عندي مشكله بهذا الموضوع، انا كل شيء عم بقول كل هالحكي اللي عم تحكوه برا عفوا بقولها بكل احترام ما له قيمه، هالحكي برا ما له قيمه، بدكم هالحكي يصير في له قيمه بالقاعة. فوت احكوا جوا تحت قبه البرلمان، فوت احكوا جوا بالورق اللي بدكم تحطوها بهالسله بهالعلبه الاقتراع، فوتوا احكوا جوا، فوتوا شدوا حبالكم جوا، فوتوا فوضوا جوا، شوفوا جوا مين بيقنع اكثر، مين ممكن يكون فعلا رئيس للبلاد اكثر. عال انا كمان ما بدي اجي واحد ما خرج يحكم البلاد، فوتوا شوفوا مين خرج ومين قدروا على مين بتقدروا تتفقوا، هيدا المطلوب، ما المطلوب يعني كلام فارغ برا. انه القوى السياسيه وتحديدا الاقطاب الموارنه وبكركي انه يصرون على ان يكون الرئيس قوي، مش رئيس لا طعم ولا لون ولا رائحه، رئيس قوي عنده حيثيته، رئيس ما يكون بس قاعد على الكرسي انما يدير البلد، يحكم بين ويحكم ويكون الحكم، ولكن يحكم هيدا النقاط المشتركة لكن لا تنعكس مش أو عم بتطبق، يعني كل هالكلام اللي عم بقوله بتوافق نهائي تماما ستنا، كل هالكلام هيدا كلام طباوي، بنحكي مطرح ما بدك تحكي بالسياسة بتنزل بتحكي بالمجلس النيابي، بس نقطة انتهى. بدك هالكلام يوصل لنتيجة، بدك هالرئيس اللي انت وانا وكلنا عم نطالب فيه، رئيس له حيثية، له هيبته، له دعمه السياسي، رئيس لكل لبنان حس عنده رؤية لكل لبنان، واخر ما في غير ما يكون عنده رؤية لكل لبنان ما رح ينتخب من الأكثرية النيابية، حس ما الأكثرية النيابية عندك 54 هون و57 هون، هول الفريقين الكبار مش أكثرية، حتى يقدر يكون فعلا لكل لبنان بده يقنع الوسطيين، الوسطيين هن اللي رح يعطوا لواحد بيقتنعين انه فعلا رئيس كل لبنان، انما رئيس جاي بحيثيه نيابيه ثابته حتى يقدر يحكم. رئيس جمهوريه مش حكم، رئيس جمهوريه مش لاقط صفيره بقول له هي ورقه صفراء وهي ورقه حمراء، رئيس جمهوريه يحكم وفق صلاحياته، رئيس جمهوريه هو صاحب المشروع، هو اللي بده يدل على الطريق الصحيح، هو اللي بده يطرح مشروعه بالمجلس، هو اللي بده ينفذ مشروعه، هو اللي بده ياخذ البلاد الى السلم والسلام، هو اللي بده ياخذها الى الرقي والازدهار والاستقرار. رئيس جمهوريه مش حكم جاي يصفي، رئيس جمهوريه صاحب مشروع بس معه اكثريه نيابيه ماشي بهذا المشروع اللي هو مشروع سلام ومشروع لمصلحه اللبنان واللبنانيين، ابدا مش حكم، صاحب مشروع ما صاحب مشروع لكل لبنان، هيدا رئيس جمهورية. ولكن يلي يجري هو رئيس دائما يأتي رئيس تسوية، والمؤسف كمان نرجع نسمع النواب عم بيدخلوا على درج مجلس النواب عم بيقولوا بعد ما استوت الطبخة أو تنشوف بدها تصير المحادثات الإيرانية السعودية. معقول هالكلام؟ معقول هيدول النواب الأمي دكتور رحمن. أنت اليوم مسؤولي، نحن جينا عطيناك وكالة وقلنا لك صرفي ست ندى مسلينا بالمجلس، ما هيك؟ انت ممكن بكره اذا بدي طالبك بموضوع تقولي لا يا صلاح خلينا ننطر نشوف ايران شو بدها او السعوديه شو بدها او امريكا شو بدها او فرنسا شو بدها او سوريا شو بدها. ما كان هيك عم يندار البلد، معليش بس ما بيسوى، بس اليوم المسؤول هن ليه اسمه مسؤول؟ حس مسؤول عنا والمسؤول عنا بده يكون صاحب قرار. انا معي بس اليوم المطلوب من المسؤول انه يكون فعلا مسؤول. حس اذا هن بدهم ينطروا هون وهون لشو المجلس النيابي كله؟ خلينا بنعمل انتخاباتنا بايران والسعوديه وبمواقع اخرى. ما بيسوى حتى نبيه بري بيغلط بهالموضوع وبيقول انا كنت ناطر السين سين، انت رئيس مجلس نيابي ما بتنطر سين سين ولا بتنطر امريكا فرنسا ولا بتنطر دول العالم كلها، المسؤول
اللبناني هو اللي بيتكل على دستوره، على قراره، على 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 جرأته، على مجتمعه اللبناني، على المواطن اللبناني، على مواطنيته. هيك المسؤول اللبناني، ان كان رئيس جمهورية او ان كان رئيس مجلس او كان رئيس حكومة او ان كان نائب او كان حتى مختار، هيك بده يكون المسؤول. المسؤول هو اللي عنده قراره مرتبط بمجتمعه، مش مرتبط بمجتمعات اخرى. دكتور حنين، يعني قبل ما نكمل بدي اسالك عن موضوع اساسي، انه من هي السلطة على كل حال اللي بدها تحاسب مجلس النواب طالما السلطات الدستورية بمقدمة مجلس الدستوري يعطل يعني بأقل مناسبة ومناسبات أخرى؟ إذا المجلس النيابي مثل ما صرنا ساعتين عم نحكي ومنشرح أنه بكتير أمور بدءا من النصاب عم بيخالف الدستور، وبدءا من تحديد مواعيد لجلسات تشريعية عم بيخالف الدستور. ولكن بس للتوضيح، في 67 نائب هولي من النواب حتى الآن يلي يدخلون إلى قاعة المجلس، طبعا في نواب آخرين موجودين بمجلس النواب، ولكن في منهم من 8 أدار غير كتلة التنمية والتحرير لن يدخلوا إلى القاعة من نواب تكتل التغيير والإصلاح وكتلة الوفاء للمقاومة، مع أنه ما شفنا إلا النائب نواف الموسوي واللي رجع غادر، ونواب البعث والقومي. دكتور حنين، ما في سلطة تحاسب السلطة الأم صحيح. السلطة التشريعية في لبنان، مع أنه بلبنان كل شيء جائز وكل الأمور تفصل على قياس ما تريد هذه السلطة بتوافق سياسي بين الكتل. أنت قلت كلمة مهمة هذيك الساعة، نحن عم نحكي ما بعرف إذا على الهواء أو خارج الهواء، قلت حكيت عن قانون الانتخاب وعن المجلس النيابي. نعم كنا على الهواء وقتها قلنا. كنا على الهواء. طيب هيدا الأساس يا ستنا، أنت مين بحاسب النواب آخر ما في؟ بحاسب النواب بالسياسة هن الناس، النائب بتحاسب إذا ارتكب جريمة بحسب القضاء، بس بالسياسة مين بحسب النواب الناس؟ وكيف بتحسب النواب الناس؟ وقت تعطيها قانون انتخاب قادرة تحاسب فيه، مش وقت اللي بدلها قوانين الانتخاب هي تفرض المرشحين ومن ثم النواب على الناس، يعني الناس ما بيكون عندهم خيار، تجي القوى السياسية بتعطيهم الورقة مثل ما بتعطيهم الورقة بدهم يحطوها. الانتخاب هو إنه أنت الورقة بإيدك بقرارك، مش مرتبط بالمحادل وبالبواسط الكبيرة. الانتخاب هو بس تكون الورقة بإيدك وانت بإيدك بقناعتك. ما هي نفسه بيعملوا قانون الانتخاب يعني. بس نحن كمان هيدا مثل ما اليوم انت عم تفسحي لي بالمجال انه احكي عن موضوع تعطيل انتخاب رئاسة الجمهورية، واحكي عن موضوع المهزلة التشريعية اللي عم بتصور في ظل انتخاب رئيس جمهورية، بدنا نضلنا حالنا نعطي فرص نحكي شو هو القانون الانتخاب اللي بيعطي السلطة في الانتخاب والسلطة في المحاسبة والسلطة في المراقبة لكل مواطن بمواطنه، تكون هيدي قدرة في إيده أنه أنا مبسوط من فلان بأيد فلان حيث فلان عم بفيد الوطن ما هيك، وإذا فلان عم بيعبس بالموضوع أنا بقدر أسحب تأييدي عنه، بس قراري له قيمة. هلأ ممكن أوصل لنتيجة أو لا، بس قراري له قيمة. مش يعني القانون الانتخاب بده كل واحد يلاقي انتخابه فيه، بس بالقليلة بلاقي قراره فيه. ممكن أنا يكون قراري غير شخص، بس إذا طلع الشخص أعترف بشرعيته حس قانون أكيد. الانتخاب هو يعطيه الشرعية. قوانين الانتخاب اللي عنا إياها لا تعطي صفة شرعية للنايب. وليه ما عم تعطي صفة شرعية للنايب؟ لأنه عم تسلب أصوات يعني. أحسنت حس، ما عم تعطي حق الاقتراع للناقب اللي هو بيروح بيقول بتلقى إرادته أنا بدي فلان أو فليتين، وأنا قادر راقب فلان وفليتين، وأنا قادر حاسب فلان وفليتين بالسياسة، عمل منيح أنا حده، ما عمل منيح أو كان كسول أو كان خجول أو ما كان عنده جرأة أو ما قام بوكيلته مثل ما لازم يقول فيها، أنا مني حده وأنا بدي أبعده إذا عن مقعد النيابي. كل مقعد نيابي مقدس مقدس، كل مهمة نيابية رسالة مهمة، كل مهمة نيابية رسالة. هيدي لازم واحد يكون عايشة بحذافيرها، بيسهر ليل مع نهار على كل التشريعات، على مراقبة الحكومة تيضلوا حد حقوق الناس وحد مصلحة الناس، مصلحة الناس كمواطنين مش مصلحة شخصية للناس. هيدي لازم تكون يعني نتشرب منا ناخبين ومرشحين، وتحتى نوابنا يقدروا يشوا فعلا يمثلوا طموحنا. ما هيدا المشهد اللي بمثل طموحنا، مع كل احترامي للجميع، لا من رئيس المجلس ولا من هيئة المكتب ولا من النواب، مش هيدا المشهد اللي بمثل طموحنا، مش هيدا المشهد رح يجيبنا رئيس جمهورية يستحق لبنان وقادر على حكم لبنان، مش هيدا المشهد اللي نحن بدنا إياه لمستقبل أولادنا أبدا. ولكن حضرتك يعني وقتها بتكون تحكي عن قانون انتخابي، أنا برجع بسألك أنه من يحاسب هذه السلطة هي نفسها التي ستفرز قانون انتخابي ورح تفصله على قياساتها، وشفنا كيف صار في خلافات على مشروع اللقاء الأرثوذكسي، المشروع المختلط، النسبية، الدائرة الفردية، صار كل حدا حاطط حساب قدامه على القلم، يعني قلم ورقة.
المرأة، شو ممكن أنا تماماً. هون باخد وهون باخد وشو بسكر الطريقة غيري. تماما أنت اللي عم تقوليه كتير صحيح. منشان هيك أنا أمنيتي إنه المجتمع المدني اللي فيه ناس اليوم كتير ناشطين نتفق، بس يبقوا أقلية المجتمع أنا المدني. أنا معك بس رح أقلك شغلة، حس هيدا المجتمع المدني إذا اتفق على هالقانون الانتخابي اللي لازم يكون. أنا بتقولي لي سؤال أنا عندي، أنا الدائرة الفردية هي اللي بتحقق حقوق الناس وطموح الناس، وبتخلي كل واحد بهالدائرة الفردية، يعني دائرة ما فيها غير مرشح واحد، وأنا رايح انتخب هذا المرشح أو ذاك، بس ما بقى فيه تحالفات هي تفرض حال علي. هيدا القانون اللي بيمكنني أنه أخرق هذا الطوق من الغطرسة على المجتمع السياسي اللبناني. أنا وقت بتصور هالورقة بإيدي قادر أتحرر فيها وروح انتخب فيها متى ما بدي أتحرر فيها، مش حس أنا مش محرر، حس القانون كمان يسمح لي أنه أقدر فعلا أعبر عن رأيي. هذا القانون اللي أنا برأيي بيقدر يخرق على كل هذا المشهد السياسي، إنما لازم يصور في توافق بالمجتمع المدني وببعض القيادات السياسية إذا هي فعلا مخلصة لنفسها ولوطنها وللمجتمع اللبناني، أنه خلونا ننزل 5 و10 و15 و20 و30 ألف واحد ونطالب فيه فعليا، ساعتها بنحشر المجلس النيابي وممكن نكسر طوق هذه الغطرسة وهذا الاستئثار بالسلطة من خلال المحادل الكبيرة. كسر المحدل الكبيرة هو بكسر المناطق الدوائر الانتخابية الكبيرة، بتروحي على الدائرة الفردية ما بقعد في تحالفات، ممكن انت تضطري تواجهي يمكن حزب الله، بس حزب الله لحاله، ويمكن القوات او عون او مين ما كان يكون، بس كل واحد لحاله، بس مش كلهم متفقين عليك. إذا عندهم القوة يطلعوا نايب صحتين على قلبهم، وهذا اللي بدنا إياه. بس بهيدا القانون القادر يجيب 7 نواب بيجيب 7 من 17، والقادر يجيب 8 بيجيب 8 مش 20، هيدا المطلوب. بدنا كل واحد يكون موجود. هيدي بالعكس لا تلغي حدا، بس تعطي لكل حدا حجمه. دكتور أنت قلت إنه التشريع بهيدا الظرف من 23 نيسان من أول جلسة تحددت لانتخاب رئيس، تشريع غير شرعي، غير دستوري. ولكن إذا قطعنا 25 أيار وإذا فتنا يمكن تكرر ذات السيناريو وقت نهاية ولاية أو عهد الرئيس أميل لحوت 6 أشهر على الكرسي الرئاسي شاغر، مجلس النواب مدد لنفسه وبتشرين لازم يكون في انتخابات. طب أي مجلس سيستمر بالتشريع وهذا التشريع غير دستوري مثل ما عم بتقول إذا كان على مستوى السلسلة، وأي مجلس سيعد ويقر قانون انتخاب وحضرتك عم تنطلق من أساسه بمواد دستورية تماماً. تقول أنه كل هذا العمل غير تماماً. شرعي وغير دستوري. أنا بعدني متمسك باللي عم أقوله. إذا حين وقت انتخابات نيابية قبل حصول لا سمح الله انتخاب رئيس جمهورية، بيكون طارت لنا فرصة أنه نعدل قانون الانتخاب اليوم، حيث أنا دائما مع حصول قانون الانتخاب، أنا دائما مع حصول الانتخابات بموعدها. إذا حصل موعد انتخابات نيابية قبل موعد انتخابات الرئيس، بنعمل انتخابات نيابية ولو على هذا القانون الرديء والسيء اللي هو القانون يسمى بقانون 1960. أنا دائما بسمع انتخابات نيابية بموعدها، وحتى ما يرجع يصير في تأجيل فوق تأجيل. بس أنا أملي وهدفي إنه إن شاء الله بيوعى حالهم الشباب، بصير عنا رئيس قبل، تيصير عنا فرصة قبل موعد قانون الانتخاب فعلا نروح إلى قانون انتخاب يمثل طموح اللبنانيين وبحقق لهم إذا بدك بحقق لهم طموحاتهم بالإتيان بأشخاص بناس مثل الناس، بناس بتشبه لهم. بدنا ناس تشبه لنا، بدنا ناس مثل الناس يعني. ما هيك ناس تخرق على هالواقع، ما هيك؟ ولولا خرقت بالاول بعدد يمكن قليل، بس هيدي بتكون بداية. بتكون خميره وبدايه لشيء بعدين. اذا انا واضح انا بدي قانون جديد بس وفق الدستور. اذا عندي رئيس جمهوريه، وان شاء الله عندي رئيس جمهوريه فعلا رئيس جمهوريه قبل الانتخابات النيابيه، بنسعى مع رئيس الجمهوريه انه نعمل انتخابات نيابيه وفق قانون لكل اللبنانيين، والا رغم من يعني قديش القانون سيء، انا مع الانتخابات النيابيه بموعدها مش مع التمديد. ولو سيء القانون بنعمل ساعتها انتخاباتنا بالقانون، حس ما فينا نشرع ونعمل قانون جديد اذا ما كنت تخبر. نرجع لموضوع الاستحقاق الرئاسي. زميلتنا دلال معوض يعني عم تبعت لنا، هي موجوده بمعرب، عم تقول انه الدكتور جعجع قال للاعلام انه راح نتوجه بعد الاستحقاق للعمل على تعديل الدستور لحمايه الاستحقاق الرئاسي، والاقتراح حسب يعني زميلتنا دلال معوض انه يكون النصاب 2/3 بأول جلسة، نصف زائد 1 ثاني جلسة، وبمن حضر
ثالث جلسة؟ لا منه منيح. تقلك لي حساتها بعلقولك نصاب من أول جلسة. ما منيح أبدا أبدا. حسوا نفس الشيء. بعلقولك نصاب الثلثين من أول جلسة. بعلقولك نفس النصاب الثلثين. ما بودوا يقعدوا أول جلسة. يعني شو المشكلة؟ ما شو بيقدر يقترح أكثر من هيك؟ لا ما يعني. ما نعمل أي اقتراح يا ستنا. الدستور واضح. نطالب اليوم بدل ما إذا بيطالبوا بتعديل الدستور كأنه الدستور ما بقول هيك. عن المسرحية حني نواب مثمانة قدر نائب نبيل نقولة وأصطفين دويهي كان دايما يعني عم نشوفهم مجلس النواب بالجلسات السابقة وصلوا غادروا 12 وثلث يعني 20 دقيقة بعد الموعد المفترض لعقد الجلسة غادروا بس أكيد ما فاتوا القاعة. يا ريت نحن نرجع من نروح عند زميلنا بسام أو فتون تنشوف شو الجو. هل الرئيس بري دق الجرس أو بعده ناطر؟ وقديش عدد النواب يعني داخل القاعة إذا في إمكانية نرجع نشوفهم؟ نرجع لاقتراح يعني الدكتور جعجع أنه شو بيقدر يقترح؟ طيب والدستور واضح وهيك الدستور حضرتك عم تقول ما حدا عم يحترمه. بدل ما نطالب بشغلة اليوم شبه مستحيلة. حس تعرف أنت إنه باب تعديل الدستور مش عم ينفتح. نطالب بتطبيق دستور. أنا بدل ما نكون اليوم عم نطالب بس الطالب بهيك كأنه الدستور مش واضح. وقت الدستور واضح أنا بس طالب بالدستور حليت المشكلة كلها. مثل ما عم بينطرح هذا الموضوع ما بحل المشكلة. حس بعد القضية هي زيتها. بعلق لك النصاب بالثلثين من الدورة الأولى. ما هيك ما في نصاب. ومنضلنا هيك. نفس الشيء نفس المشهد. طب الدستور بغير. ما بيكون طب الدستور. تماما ست ندى. أسلم أحسنتي. طب الدستور خلصنا. فتنا بالنصاب القانوني والشرعي والدستوري النص زيد واحد. إذا فتنا حكما بانتخابات وفتنا حكما بانتخاب رئيس جمهورية بالمهلة الدستورية وفتنا حكما بانتخاب رئيس جمهورية عنده دعم كل هالقبضيات اللي عم تحكي ما هن بيكونوا جزء من هذا الانتخاب ونحلت المشكلة وصار عندنا رئيس قادر يكون فعلا رئيس جمهورية كل لبنان. ليش بدي روح هيدا كلام بدل انه كأنه الدستور يعني هيدا كلام بدل كأنه ما كأنه الدستور مش واضح. بالعكس بضعف هذا الموقع. مش لأنه الدستور مش واضح بس لأنه حضرتك عم بتقول أنه الرئيس بري وهيئة المكتب وكل من تقع عنده هن مش واضحين. هن مش واضحين. الدستور واضح. هن مش واضحين. الدستور محق. هن مش محقين. هن عم بيخذلوا حقية الدستور. أنا بدي دلني موجه أنه الدستور صحيح. هن عم بيخذلوه. إذا بدي أقول بدي عدل الدستور كأنه الدستور مش صحيح وهن معهم حق مش صحيح. دستور وحق وهن عم بيخذلوه. رح نرجع لعند زميلنا بسام ابو زيد موجود بمجلس النواب. بسام هل دق جرس الرئيس بري تيشوف يصير في تعداد ويشوف قد ايه في نواب بالقاعه ام بعد عم بيعطي مزيد من الوقت؟ صاروا 23 دقيقه مرئين على الموعد المفترض للجلسه. يعني بين لحظه واخرى يقرع الرئيس نبيه بري الجرس يعني لمعرفه ما اذا كان هناك من نصاب او لا نصاب لعقد هذه الجلسه الجديده لانتخاب رئيس الجمهوريه. ولكن طبعا الرئيس نبيه بري يتبلغ بعدد النواب قبل ان يدخل الى قاعه مجلس النواب. عديهم مضبوط هالمره بحسب يعني الذين يتولون هذا الموضوع هنا في مجلس النواب. يعني الرقم الاخير الذي افادوني به كان 73 نائبا. يعني هم الذين سيدخلون الى قاعه مجلس النواب القاعه العامه لمجلس النواب. كان هناك عدد اخر من النواب الذين ينتمون الى قوى في 8 ادار حضروا الى مجلس النواب ولكن لم يدخلوا. هؤلاء النواب هم عباس هاشم ابراهيم كنعان الاء عون اصفان دويهي ونبيل الاولى. وكان ايضا حضر النائب نواف الموسوي وغادر يعني منذ تقريبا ساعتين او اكثر. اذا يعني لن يكون هناك نصاب لهذه الجلسه. 14 ادار بسام غائب غير الرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر والنائب الي عون وما بعرف النائب محمد الصفدي. وشفنا نايلة تويني نزلت بس ما شفنا النائب ميشيل المر. صحيح. يعني ليس هناك يعني من وضوح في عدد في اسماء النواب الذين يعني هم غائبون عن هذه الجلسه من قوى 14 اذار باعتبار انه في بعض الاوقات يعني نكون على الهواء او يدخلون من يعني من دون من مكان آخر. من مكان اخر. ولكن انه من الواضح بان هناك يعني عدد من النواب في صفوف قوى 14 اذار قد تغيبوا عن هذه الجلسه ربما بسبب السفر ربما بسبب انشغالهم بمواعيد اخرى او ربما العلم المسبق انه ما في نساء. وهم يعلمون علم اليقين بأنه لن يكون هناك يعني نصاب لعقد هذه الجلسة. كما كنت ذكرت في وقت سابق بأن يعني هناك تعويل على الاتصالات التي تجري في هذه العشرة أيام أخيرة من ولاية الرئيس ميشيل سليمان. ولكن حتى الساعة كما كنت ذكرنا أيضا ليس هناك من أي تقدم في هذه الاتصالات. البعض ينتظر الاتصالات السعودية الإيرانية. البعض الآخر ينتظر ماذا يجري على خط
محيط الرابيه باريس او الرياض او جده حيث يتواجد يعني او حيث يكون يتواجد الرئيس سعد الحريري. ولكن في هذا الاطار كانت هناك مواقف يعني واضحه لممثلي تيار المستقبل ولا سيما للنائب احمد فتفت الذي كان جازما في هذا الموضوع واشار بشكل واضح بان هذه المحادثات يعني لم تؤدي بعد الى اي نتيجه وبانه لو كان هناك من اي جواب كان هذا الجواب قد وصل حتى ولو كان ياتي سيرا على الاقدام. إذن يعني الوضع يبدو حتى الساعه بانه ليس هناك من اي تفاهمات بين الفرقاء اللبنانيين تتعلق بمساله الانتخابات الرئاسيه. طبعا يعني هناك ايضا تحركات يقوم بها السفير الامريكي، هناك تحركات يقوم بها السفير الفرنسي، هناك اتصالات تجري مع كل هذه الدول لمعرفه يعني ما اذا كان سيكون هناك استحقاق رئاسي وانتخاب رئيس الجمهوريه قبل نهايه ولايه الرئيس سليمان في 25 هذا الشهر. اللافت انه في نواب اليوم يعني عم بيعولوا على هالوقت الاخير قبل 25 ايار. نعم. بهذه الاتصالات يعني أقلوا أنه في خرق للمرشحين اللي منحكى عنهم المعتدين المعروفين يعني مرشح يمكن بيقبلوا فيه الجميع أو بعدنا بعاد كمان عن الحكي على هذا الموضوع. يعني كان واضح النائب علاء الدين ترو عندما قال بأن لا الدكتور جعجع ولا العماد عون لديهم حظوظ في الوصول إلى سدة الرئاسة، أنه يجب التفتيش عن شخص يجب أن يكون مقبولا من قبل الجميع. الكلام عن أن يعني ربما الجلسة الأخيرة ستعقد قبل انتهاء ولاية الرئيس سليمان، هناك كلام يتردد، هذا الكلام يعني لم يحسمه أو لم تحسمه قوى 8 أذار، هذا الكلام يقول بأنه ربما يكون هناك نصاب في هذه الجلسة الأخيرة التي تسبق 25 أيار، ولكن هل يعني تأمين هذا النصاب سيكون للقول فقط بأنه أمننا النصاب في الجلسة الأولى وأمننا النصاب في الجلسة الأخيرة وجرت الانتخابات ولم يفز أحد ولم نستطع التوصل إلى مرشح يقبل به الجميع، أم أنه سيكون هناك اتفاق ويتم انتخاب شخصية معينة لرئاسة الجمهورية؟ هذه الأجوبة يعني لم يعني هذه الأسئلة لم نحصل عليها يعني على أجوبة من قوى 8 أذار تتعلق بهذا الموضوع، ولكن هناك الكثير من الكلام الذي يقول بأنه ربما هذه القوى تشارك في الجلسة الأخيرة التي قد يدعو إليها الرئيس نبيه بري قبل انتهاء ولاية الرئيس سليمان. يمكن مثل ما عملوا بأول جلسة حددها، بس أكيد يعني ما كان في دورتين. على كل حال نحن رح نرجع لك بس ما أن يقرع الجرس ونشوف فعلا الرقم النهائي أو العدد النهائي للنواب اللي دخلوا إلى قاعة مجلس النواب. دكتور حنين يعني كل هذه الأجواء وهيك تفضل. بس بردون بس تقول أنه حتى يصير فيه فعلا انتخاب، يعني عم بسمع شو عم بقوله الصديق بسام، لا يكفي أنه واحد يعمل جلسة ب 23 نيسان يرجع يعمل جلسة تنقول ما هيك بوقت معين بعد شهر يأمن نصاب بجلسة وبعد شهر يأمن نصاب تاني. حتى يكون في انتخاب فعلا بده أولا النصاب الدستوري اللي حكينا عنه، بده نمط انتخاب وبده يعني جلسات متتالية، يعني كل يوم جلسة وبكل جلسة عدة دورات حتى تحصل هالغربلة. عفوا يعني 28 دقيقة على الموعد المحدد في الجلسة دق الجرس رئيس بري، يعني هلأ طبعا بده يكون في تعداد للنواب أو يمكن سلف بيكون معروف العدد، ولكن العدد بأقصى حد إذا كانوا كل نواب 14 أدار حاضرين والمستقلين ما بيوصل يعني ل 80 نائب، 73 حسب ما قال بسام. نشوف الرقم النهائي بعد شوي. يا ريت بنرجع عند بسام بركي بيكون عرفنا بسام قديش عدد النواب وهل بلشوا يغادروا طالما ما في نصاب؟ ما عم نسمع بسام. لابد من الإشارة إلى أنه في هذه اللحظات قرع الجرس في داخل مجلس النواب، في داخل القاعة العامة لمجلس النواب، وذلك من أجل تعداد النواب الذين يتواجدون في الداخل ومعرفة ما إذا كان هناك نصاب أم لا. طبعا ليس هناك نصاب. الرقم الأخير الذي كان توفر لدي كان 73 نائبا، يعني لم أستطع أن أعود إلى يعني من يقوم بتعداد هؤلاء النواب من أجل معرفة ما إذا كان قد دخل نائب أو نائبان زيادة على هذا الرقم، ولكن الرقم الأخير كان 73 نائبا للذين يجب أن يتواجدوا داخل القاعة، وهم يمثلون قوى 14 أدار ويمثلون أيضا كتلة الرئيس نبيه بري ويمثلون المستقلين الذين يعني أيضا يأتون إلى مجلس النواب للمشاركة في هذه الجلسات. طبعا عندما يتبين بأن ليس هناك من نصاب سيبدأ النواب بالمغادرة وسينتظرون تحديد الرئيس نبيه بري لموعد آخر لجلسة أخرى لانتخاب رئيس للجمهورية. سنرى ما إذا كانت ستسفر عن نتيجة أم أنها ستلتحق بهذه الجلسة
الجلسات الأخرى التي كانت من دون أي نتيجة على هذا الصعيد. على كل حال نرجع لك بسام لأنه أكيد في عنا عودة كمان لزميلة فتون ولزميلة رنيم، ورنيم بتكون يمكن عم بتتابع عن قرب وكسب عدد النواب، بنعرف منها الرقم النهائي وأنت بتكون بلغته، أكيد رح يكون في عندك تصريحات بعد شوي من النواب اللي كانوا داخل القاعة. نحن بانتظار يعني تنشوف شو هي المواقف، ويكون مع كمان موقف الدكتور جعجع من معراب اللي عم بيتابع شو عم بيصير بمجلس النواب. دكتور حنين، يعني كنا عم نحكي حضرتك انه ما بيجوز يحكوا ب 23 جلسه وبعدين بيرجعوا بيحضروا بالجلسه الاخيره قبل 25 ايار. ايه طبعا، يعني اليوم هيدي صارت امور عم تنعمل هيك للعراضه اكثر من ما انه يكون فيها نيه فعليه لانتخاب الرئيس. بس برجع بختصر تقول انه اذا فعلا بدنا انتخاب رئيس، قبل كل شيء بنامن النصاب الدستوري، النص واحد، ثاني شيء بصير في نمط انتخاب، يعني بندعي كل يوم الى جلسه. نعم. وكل جلسه بده يكون فيها دورتين ثلاثه اربعه خمسه سته، هيك توصل الى غربله الى الانتخاب. عذرا دكتور احنا بس نسمع سؤال مستشار أمين مجلس النواب استاذ محمد بلوط. اوكي، بسبب عدم اكتمال النصاب أرجأ دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم لانتخاب فخامة رئيس الجمهورية إلى الساعة 12 من ظهر يوم الخميس في 22 أيار الجاري. يعني كما استمعنا دكتور حنين بالختام قبل ما نختم حلقتنا وسلم زميلنا ماريو عبود، بعدنا محلنا، بعدنا بالجورة اللي حطونا فيها، اللي أولا ما قروا الدستور مزبوط وفسروا غلط وصادروا رؤى الآخرين، واللي مصادر رأيهم لا صوت لهم وملتزمين الصمت. بعدنا بجورة التأجيل من جمعة من جمعة، وبجورة اللانصاب من جمعة لجمعة، طبعا اللانصاب الغير دستوري. إذا بعدنا محلنا، لا تقدم ولا رئيس انتخابية، لا انتخابات رئيس جمهورية لكل لبنان، وفعلا يعني بإرادة لبنانية على هذا النمط اللي اختاروه من الأساس، اللي هو نمط التسوية ونمط الذل بالنسبة للبنانيين، أنه نشوف نحن رئيس جمهوريتنا بكرة أيا كان مع كل احترام المسبق أنه يكون مقرر اسمه في عواصم العالم. عم بيحكوا بتعديل دستوري، ما في تعديل دستوري، وبالنتيجة من وقت اللي بلشنا نعدل الدستور لليوم البلد خرب، من سنة 96 لليوم لا بقى في دولة ولا بقى في هيبة ولا بقى في مؤسسات. ولذلك أنا شخصيا ضد تعديل الدستور، ولا يجوز الكلام عن تعديل الدستور، ما الموضوع شخصي ولا أتعاطى من مستوى شخصي، بهمنا مصلحة البلد، واللي بده يعدل الدستور بيقدر يعمل انتخاب. في أمل يتغير شيء من هون الخميس الجاي؟ إن شاء الله. هذا بلد الأعجوبة. يعني ان شاء الله لا، بس انه هذا بلد فيه اعجوبه، بتنام ليله بتقوم على غير وضع. ان شاء الله الله يلهم الكل، وبعدين في مسؤوليه كبيره على المسيحيين بالدرجه الاولى، بتمنى انهم يتحملوا هذه المسؤوليه في هذه الظروف الصعبه. معه حق النائب روبير غانم، هيدا بلد الأعجوبة وبلد يعني لا مستحيل كل شيء بيصير. أنا بدي أشكرك سعادة النائب السابق دكتور صلاح حنين. مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الجلسة العامة التي كانت مقررة اليوم لانتخاب فخامة رئيس الجمهورية إلى الساعة 12 من ظهر يوم الخميس في 22 أيار الجاري. شكرا. عم يرجع يأكد عن جديد هيك يلي منه عارف وما سمع، بركي بيعرف وبيسمع وبركي بيحب ينزل الخميس الجاي على مجلس النواب. نحن انتهت حلقتنا اليوم من نهاركم سعيد مع النائب السابق والخبير الدستوري والقانوني الدكتور صلاح حنين. بدي اشكرك، طولت بالك، صار لك معنا من الساعه 10 على هالحلقه وتوضيحات يلي يعني لازم كلنا نفهمها، ويا ريت بيحترموا يوما ما الدستور. انتهت حلقتنا ونحن بننتقل هلا لعند زميل ماريو عبود يلي بيتابع ما تبقى من هذا اليوم الانتخابي، او كان يفترض ان يكون انتخابيا بمجلس النواب. وانا برجع بلاقيكم اذا الله رد موعد اخر. من نهاركم سعيد.